مشاهدينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم أنيسة شو على قناة البلاد تي في. راني سعيدة باستضافة ضيوف من الصف الأول، فنان تحبوه كثير، كذلك ضيوف راح نتكلموا معاهم على الفن في الجزائر، الطابع الشعبي، البحث في التراث، ونتكلموا كذلك مع دكتورة وحضر معنا على الإنفلونزا الموسمية. هناك خلط بين يعني الناس اللي راهي مريضة حتى نديروا الفرق بين كورونا فيروس والإنفلونزا الموسمية. دون إطالة نرحب بضيفي اللي راهو معنا سلطاني اليوم، مات غير ما والو. أنا باش نقول لك نبداها لك صديبون. لا باش نبداك يعني هذا الضيف باش نتفهمه ممثل. أيوة. دخل للسياسة. دخل للسياسة ودوك راه منشط. ايوا يا حسرة. ايه راهو دخلك شوية في اللعب ديالك. خليه في سيماك. ايه نرحبوا والجمهور وحضر معنا يرحب بي الفنان اللي نحبوه والمنشط عبد الرحمن شني وحضر معنا. إذا نتكلموا على عدة مواضيع معك عبد الرحمن شني شرفتنا اليوم. بارك الله فيك، الشرف لي وأتشرف باستضافة عندكم وعند قناة البلاد، بالخصوص الشكر الموصول إليك وكل الضيوف، كل واحد باسمه، وعلى هذا التقديم طريقة التقديم مشكورة. وعبد الرحمن أنا نبيع لك اليوم عليك. عادة محمد سلطاني يجيني يعني لباس عادي جدا، اليوم كيعرفك باللي راك جاي والله العظيم غير الكوستيم. اليوم راك بالكوستيم سلطاني. صحتك. هذه كاع شني هذا على بالك مليت الدخله ما عاودتش نلبستوها بحال. اذا شرفتنا بحضور. طيب تيجي تخرج عبد الرحمن ما راحك مع الوسواس يا محين. الوسواس خويا. قلت لها غير بالعقل ما تقلقي ما والو، ما اليوم شني العرس اليوم كاين عرس. انا عرس بصح قول لي انا حاجه برك راني ديتها هكذا. كرافطه منين جبتها؟ كرافطه والله العظيم راه تاع خونا عبد واسمه شريف بو عافيه. شريف حيوها. زميلنا بقناه البلاد. نرحب كذلك الفنان وحاضر معنا، نرحب بالفنان توفيق وعلي، مطرب، كاتب، شاعر، مؤلف. مرحبا بك، شرفنا اليوم بحضورك. الله يسلمك، مرحبا بكم. متشرف اليوم بالحضور تاعي مع ضيوف الكرام وفي قناه البلاد. يعطيك الصحه. شكرا. استاذ جبناه هو نورمالمون راه بالسناره و بعد تحكي لنا شويه على كل واحد الهوايه ديالو والباسيون ديالو. في بولوغين ما كاش كيفاش شغل يصيد الجراد في بولوغين. نعم. اذا حسين سعود. اذا كذلك نرحب بالدكتور محمد ملهاك، باحث في علم الفيروسات والبيولوجي السابق بمقابر التحاليل الطبيه. شكرا وشرفتنا اليوم بحضورك. العفو لا شكرا على وجهك. واليوم راح يكون على بالك نديروا الفرق بين الانفلونزا اللي راهي موسميه واكيد اعراض كورونا اللي الناس ماهيش تدير الفرق بين الفيروسات وكذلك. نعم. نرحبوا بضيفنا الاخير دكتور ملهاك. يعني كاينه حاجه. نعم. عند رب العالمين ان شاء الله يدي اجر عظيم جدا. نعم ان شاء الله. يا ربي اعطي له اجر عظيم على الخدمه اللي قدمها. نعم. للجزائريين في مرحله كورونا. نعم. واستضفناه عده مرات عيطي له على 12 تاع الليل يجيك باطل ويجيب ويجي بوسائله الخاصه. صحيح. ويعاود يكرر نفس الهضره اللي يقولها في البلاد، يقولها في الحياه، يقولها في الشروق، يقولها في النهار، يقولها في الانتيفي، باش الجزائريين ما يمرضوش بكورونا والقنوات اللي نسيتهم يسمحوا لنا خاوتنا وحبابنا. نعم. صحيح صحيح. كان في الخدمه طيله يعني الاعوام اللي جوزناهم بفيروس كورونا. نرحب كذلك بالسيده رشيد العماره، اعلامي سابق وباحث في التراث، واحنا اليوم راح نتكلموا على تراثنا، نتكلموا كذلك على الطابع الشعبي لانا حابين نحافظوا عليه. مرحبا بك، شكرا على قبولك دعوتنا. شكركم على حسن الاستضافه. رانا عندنا هذا الحس نحاولوا نقدموا فائدة للمشاهدين. أنا أقول المشاهدين. نعم. إن شاء الله. بزاف سي رشيد، باسكو سي رشيد خزانة
ولا خليني نقول قجور قجور هكذايا. نعم. كل ما تبدا قجور قجور تاع عتيقه طوبال سلطاني ما تبداش تديلها في لا لا ماركتها عتيقه في لا لا ماركتها في لندا غير ما كان لها سلطاني غير بدل الجمله قجور قجور عتيقه طوبال نحيوها نحيوها طبعا. إذن متشرفة بكم ضيوفي الكرام، نعود نرحب بمشاهدينا دون إطالة، نروح لعبد الرحمن شني شني. إذن المشاهد الجزائري وكامل الجزائريين يعرفوا شني شني، يعني الفكاهي المرح الممثل كذلك، لكن الآن منشط والبرنامج اللي راهو يعني داير حالة. نروح نشوفوا جينيريك، لأنه جينيريك وحده فقط راهو حصد اكثر من 8 ملايين على اليوتيوب. يمدونا جينيريك ديال شني شني ومن بعد عدنا. اذا شني شني الميزه تاع البرنامج جينيريك صراحه، هكذا يقول لك غير نسمعوا جينيريك نجوا نشوفوا شني شني. 8 ملايين غير جينيريك فقط، 8 ملايين مشاهده عبر اليوتيوب. قال لك واش كيفاش يقولوا بالك تنني شني شني وبالك تنني. اذا من كتاباتك وتلحينك كيفاش، احكي لنا على هذا الجينيريك. بون قبل كل شيء الحمد الحمد لله الحمد رب العالمين صح. انه الانسان لما يجتهد ويسي يدير دي زيفور يسي يدير شويه قراءه سوسيولوجيه، وهذا هو شيء يخص الواحد كيجي باش يخدم حاجه. عبد الرحمن برك انا بوليتيك خويا، خرج من خرج من من الضيف ودخل للمنشط. ندخل للمنشط بارك الله فيك صح. كلمه تنني هي ديريكتومون تجلب الطفل. بون الكتابه كانت ولي فان كبار الاطفال ديال شني شني باش تفهم. الحمد لله ما خارج الوا يعني ماشي غير في الجزائر، ما كاين دي زيكو ما مع والمجاوره ايتو. علاش كاين لا ميوزيك هذه سي دو كونتري وشويه فيها الطابع الجزائري، داني درت فيها القلال وكاع. نحيي محمد عرفي اللي هو اللي كان في الاداء وسليمان يماني. عرفي هو العازف. الله يبارك، عندنا خدم معنا في البلاد بزاف. نحييه نحييه وعنده تميز يعني تبارك الله. الكلمات تاع العبد المتواضع والالحان كانت من عندي، هذا هو اللي واحد باش يقدر عبد الرحمن. وفي الكلمات راح هذيك تاع الشكوى الفيفا هكذا راح ندير لها كيما النشيد الوطني البريطاني اللي نحاو الملكه وداروا راح تصرى لها هكذاك. هي على بالك كي تكون عايش 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 بيئه، احنا رانا في افريقيا وحنا رانا ضحيه تحكيم في افريقيا، يعني الجزائر دائما مستهدفه. بس كاين ناس هم يقولوا يا ودي واقيل كاين سمعت قريب قالوا يعطيك صحه قسما ابارامون روتور دو سيتياسيون. انا نقول العكس، انا نقول العكس. علاش؟ لانه كي تولي تشوف الاداء، لانه جمال بالماضي صنع فريق من كان فريق متشتت، كان فريق كان نقدروا نقولوا باللي كان رايح في ما كانش في, في, في يعني في القوه نتاعو، عاود رجع هذيك الثقه، عاود بنى فريق، عاود دار جروب متكامل. اسمع عبد الرحمن جاب لك كوب دافريك يا مات نشوفوك مع بن شيخ خويا علاه بوركوا با بوركوا با. اذا هذه النقطه مليحه سلطاني في هذه النقطه. ومن بعد ومن بعد ومن بعد يتحمل المسؤوليه وعنده اون بارتي دو ريسبونسابيليتي. بصح نقدروا كي تشوف كي تشوف هكذا الماتش يعني الناس جايين على 9 تاع الصباح يتفرجوا، مساكن كاين اللي قعدوا دو جور وفينالمون فينالمون يروح حقك محبط. نتكلموا على الفريق الوطني، لكن نقطة أثرها سلطاني مهمة، قال لك راك تهضر في كرة القدم وكاين اللي لامك أنه يقول أنه شني شني في البرنامج تاعو ما خلا والو، السياسة، يتكلم في الأمور تاع الدين، تاع المجتمع، في كرة القدم، وشنو هذا؟ لاموك كاين البعض اللي لامك على هذا الشيء. مزية ماشي غير أنا نقول لهم عبد الرحمن أنا في بعض الأحيان هكذا اسمح لي بعض الاحيان يبعثوا لنا فيسبوك قال لك السيد هذا يسمع لي انا يهضر في كلش مزيه هاك عبد الرحمن يهضر في كلش ثاني. اذا عم تخفت اذا عم تخفت اذا عم تخفت صح. اذا هل هذا يعني هذا ليك وجاك انك تتكلم في كل الامور؟ انا هذا الشيء بالنسبه لي نرجعوا بوزيتيف، انا نقول لهم يعطيكم الصحه على خاطرهم شافوني ومام طوم قنعوا بالشيء اللي قلته. نعم. وتقدر تكون الفكره مشات انه اني اثرت له على لي سونتيمون تاعو هكذا، كاني نهضر دوكا عاطفي شويه. لا هضر لي كيما هنا نورمالمون تستعمل واحد العباره انت مضى يستعملها هكذا ولا كيفاه؟ ولا كيفاه؟ اذا يعني هل اصبر يعني ساتشونسي يعني وين نسييها؟ عاودها لي عبد الرحمن باش نعاود ولا كيفاه؟ لا لا عاودها لي مليح ولا كيفاه؟ ولا كيفاه؟ ايوا نعم عاودها
انا نقول غراتويتمون تقدر تستعملها في البرنامج في اي تدخل وتشوف فيدباك شوف يعني رجع الصلاة يزول تجيب الدكتور بالهاك هكذايا وانا نحكيو على مع الفيروس هكذا ولا كيفاه ولا كيفاه بوكش معناتها للتاكيد باسكو على بالك حنا في التواصل تاعنا توجور كاين كلمه اخيرا ناكدوا عليها راك فاهمني فهمت مني شغل دائما كاين كلمه واحد يقول وهذه هي البصمه تاع كل مرشد عبد الرحمن هذه للتاكيد نعم. للتاكيد وهذه البصمه هذاك زيباوي هرف تحت القبر لا يرحمه الله يرحمه يقول خلاص خساره ما تلاقيتش مع عبد الرحمن يا اخويا نعم شني شكون هو الضيف اللي كي جبتو ماشي تقلقت معاه لكن يعني تخوفت منه ولا الحصه ما جاتش مليح والله نقولها لك بكل صراحه وبصدقه لحد الان راني نستنى في واحد يقلقني ولا نقلقه مازال كل مومون قال لك لي ميجو بيان سي لو ميو راني نستنى دائما لو ميو في الحقيقه كامل اللي جبتهم انا نخير ونظن باللي اي واحد خيرته ان شاء الله بالك ربما تكون انت يا ان شاء الله لما ربما يكون سلطاني ربما يكونوا الاساتذه انا عندي ان بروفيل نمشي فيه اللي يقنعني انا يا ومشيش ما نسيش نفرضه على اخرين ولكن طريقه يعني الانتراكتيفيتي اللي بيناتنا نشوفها باللي حسب الموضوع يكون ضيف لا بس شني يعني اسمحي لي يعني سمع ذيره مره اخرى نزيد نقاطعك وماذا بيا ضيوفنا يشاركوا معنا كذلك وانه جاب حاجه جديده يعني دوك نقولوا في سيريو سي كو يل ترات دي سوجي تري بروفون مواضيع سياسيه راقيه بطريقه ساخره وعباك وهذه الطريقه هذه يعني وهي الاصعب اذا ماهوش سهل الاصعب ماهوش سهل سي السهل الممتنع سهل الممتنع شوف هي قضيه انتربريتاسيون تاع الواقع كيفاش تقرا الواقع الجزائري عنده قراءه للواقع انت ما تجيش تقريه ولكن تقدر توجهه وتقدر توريونتيه هو يقول لك وي والله غير عنده الحق انا يتلفت لي خاطش كاين بعض المصطلحات التي تستعمل بالطريقه الاكاديميه انت تجي تفسرها له تقولوا يا ودي ها راهم يقولوا لكم يا جماعه باللي لازم تروحوا ديروا الفاكسان الفاكسان هذيك شغل البره هي نورمال انت في مليحه رانا في هذا الموضوع راك في هذا الموضوع ولا ما توجعكش يا ودي انتم برك خايفين انا على بالي باللي تتقلقوا وتروحوا تلقوا الفرملي والفرملي يضحك لك في وجهك والله وتشوفوا كيف يرحبوا بكم كي شغل يا سيدي توماطوم شيكولا ودي له قصعه تاع مردود وقصعه تاع طعام وديريكتومون يعني الحاجة الزوجة انه نعاود نرجع لك السؤال تاع الانفيتي كي يجي عنده فكرة عند بالك ربما راح تحاوره بطريقة كوميدية ولا راح تستخف ولا زعما شغل تستعمل الاسلوب العادي اللي تعمل معه واذا به يجدك تتكلم معه بلغة اخرى وتقدر يحبك وتحبه كاين القبول هذاك كاين الفيلينغ هذه هي ومن بعد هو يلقى روحه اليز خاطش مانيش راح انا ننبش له في كاين صوالح مي فو بان توشي ودي شوز اللي ربما نتايا تكسر الجوز فوق راسه كيما يقولوا تاكل الشوك فمه كاين امور في حياته يفو الا كان قبلها داكور ولا كان ما قبلهاش يبقى دخل فيه ما بعد نعاود نولي لي شني لانه شني دوكا حتى دينا كاع الوقت في التمثيل راك هنا في رمضان الاعمال الرمضانيه راك لهنا في التنشيط الحمد لله رانا مجدين لك صور حتى تعلق لنا كذلك على صور في الجزء الثاني نروح للدكتور ملهاق صراحة والله إحنا رانا في إنفلونزا ناس عندهم أعراض يعني ألم في العضلات ويعني زكام حاد لونجين يقول لك أنا راني نحس لونجين زائد إنفكسيون في هذيك لونجين يعني الأعراض تخلطت بينها وبين البعض يقول أنه كورونا يعني فاريون جديد تاع فيروس كورونا الان كيفاش نقدروا نديروا الفرق دكتور وحنا نقولوا للمشاهدين انهم لازم يتوجهوا للطبيب لكن هكذا مع الدكتور يقدر يدير لنا ربما الفرق هل رانا امام فيروس متحور جديد لفيروس كورونا ولا هي انفلونزا ونقول السلطان يعاود لي كلمه انفلونزا الفنونزا نعم اباك جامي نستعملها انا في الحس استوعي بس ما عرفش نقولها نعم الفنونزا الفنونزا ما نعم اذا تفك تفضل دكتور المهم ماهوش في المصطلحات والنطق ما يهمش بعد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله مشكورين على الاستضافه تحية للمشاهدين كذلك ما ننسوش تحية هذا البراعم الشابة الطالبة الطلبة اللي راهم معانا مقابليني ولا راهم ورانا إن شاء الله يكونوا إن بون غولاف يعني يكونوا خير وخلف لخير سلف أنا برك حبيت ندير تعقيب على السي محمد سلطاني اللي تعاملت معه في أزمة كورونا نقول له لا شكرا على وجب
يعني كل شيء اللي كنا نديروه هو من صميم الواجب. وحتى في أزمة كورونا كنت وجهت النداء لكل ممتهني الصحة باش يقدموا ما يسمى أصبح مصطلح الجيش الأبيض. يعني هذا واجبنا، لأن مهنة الصحة ولا الطب هذه مهن إنسانية، يعني إنسان سيما يعني من تلقى نفسه لازم يضحي. واللي اختار المهن هذه، المهن النبيلة اللي نعاود نأكدها، هي مهن التعليم أولاً، القضاء والصحة هي مهن تاع تضحيات. سي دي بروفيسيون دو ساكريفيس. أنا نقول لك سي محمد بارك الله فيك، الله يبارك فيك، لشهادة نعتز بها من إعلامي اللي يعرفني، درت معك عدة بلاطوات، نديروا هذا من صميم الواجب. نزيد نروح راحت بعيد في أزمة كورونا، قلنا كنا في غلق وكنا في أزمة اقتصادية، وجهنا نداء إلى كل النخب في الوطن باش يتطوعوا ويكونوا، لأن كنا في أزمة وكنت نشبهها بحالة حرب. قلنا رانا في حالة حرب، نو سوم اون ايتا دو غير، دونك لا موبيليزاسيون دو تو الموند اي روكيس، يعني لازم نجندوا ونغلق القوس نرجع. بالمناسبة اسمح لي دكتور، والله باش ما يزعفوش عليا يعني ضيوفنا الآخرين اللي كانوا يجيونا وما زالهم يجيونا، والله يعني يرحم والديهم، بالك نذكر أسماء كثر هكذا كانوا يجونا في كورونا ويساهموا في الديبا، ويعني يعطيهم الصحة على كل حال. هذا نرجع قال نقول لهم بلي ما يوجعش الباكسان. لا قال لك ماشي هذه، حكمت غير هذه يا دكتور، قال لك عطوا لهم الشيكولا. معليش الشيكولا هذه امور ترجع لاخرى. ما يوجعش شخصيا، لما كنا تعرف في ازمه كورونا كان كاين الفيك نيوز والناس، وقال هذا الناس دكتور اللي راهم يخطبوا عليكم في المنابر وكل يوم. سامحني سامحني، وقال لك ما يوجع، سقسيه اسكو سياه اسكو دار الفاكسان ولا ما داش ولا يهضر برك. هنا والله اعطت كلامك بالشيكولا استاذ ان شاء الله بالعسل يعني. يقولوا بلي الشيكولا شويه هي مليحه بصح ماشي مليحه للكبده كي تكثر منها. معليش يقولوا في العاده، يقول لك الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. انقلب الى ضده. انا استحضرت واحد يعني في ذروه الكورونا، الشيء اللي قلته انت على لسانك، كل شاب جزائري ممتن بما قدمه الجيش الابيض، وكذلك هناك قطاعات اخرى كامل كانت موبيليزي. هنا تبين لك الوعي تاع الجزائري في الايام، في النهار الكبير. في النهار الكبير اللي تبان كما يقولوا يبان الجزائري، وهذه معروفه من شي يمينه، هذا ليس بغريب. الشكر موصول لهم، ولكن الاجر تاع رب العالمين، نديو الاجر معكم، الدال على الخير كفاعله. انا لما درت الفاكسان، الشيء اللي اثر فيا هو اني نهار اللي دخلت لقيت الباراميدي معناتها الشبه طبي يخدموا فولونتير دين لا روتريت عاودوا جاو. هنا تبين لك يعني الوعي تاع الجزائري، وكذلك الاطباء يخدم، هو راح يعني لانتيسيبي، هو اللي دوموندا باش يكون بريزون، خاطش ان لم تمت بالسيف مت بغيره. نعم. تعددت الاسباب والموت واحد. هذا كذلك يحدث للافراد الجيش الوطني الشعبي تاعنا، الامن، الدرك. نعم. كل القطاعات السونال يعني اللي كان واقف مع الجزائر، علاش الحمد لله بارابور يعني دول اخرى. ما انا راني نتكلم يعني كمواطن واش حسيت الوضع اللي عشته، وكان شعب متحضر، وكان الحمد لله. نعم بلي بافات والحمد لله، وكان جوز كورونا يعني احسن من بعض الشعوب اللي كانوا يقولوا انهم يعني اكثر حضاره. يعني واش اللي كاينه حاجه ما حسيتلهاش ما حسيتلهاش يعني قد ما كان ما حسيت. ودرت الفاكسان تاع لاكريب، درت الفاكسان، وكنت دائما نحاول باش اشاك فوا مي فينالمون هاي درت الفاكسان. وكان راك تتكلم على اللقاح تاع كورونا ولا تاع لاكريب؟ بون لو فاكسان الاول تاع الكورونا. نعم. دو فوا والحمد لله. يعني ودوكا درت تاع الزكام، درت تاع الزكام في مود اكتوبر. هاي مليح. اذا معليش جونشان كيما يقولوا يوجع. كنت احنا كنا كيما تفضلت سي محمد، كنا في المعلومات الغالطه ونحاولوا نصحوها، وفي كل بلاطو يقول لك انت لا فاكسيني. يعني في كل بلاطو، وكاين حتى بعض المختصين اللي كانوا زملائنا يقول لك هذو الناس اللي خطبوا عليكم اسكو هما فاكسينيين، يعني لا كيسيون كي سوبوز. لما رحت ندير الفاكسان لابولي كلينيك تاع دالي ابراهيم، قلت لها صوريني باش نبدل الدليل للناس باللي جي فاكسيني. باسكو كانوا الناس يشكوا انهم. نعم. الناس المختصين يجوا يتكلموا يعني للناس، روحوا ديروا اللقاح وهما بذاتهم ماشي دايرين الفاكسين. بطبيعه الحال، وهذا من حق المواطن. نعم. لانه يقول لك مادام هذا يقول هو دير على هو ما يديروش. لانه كنت قلت لهم انا مازال ما درتوش، لانه كنت جيتي
انفكتي باغ لو فيروس دونك يفالي 3 موا تسنى دونك باش ندير الفاكسان وبالتالي كنت لما درتها قالت لي شوف نصور قلت لها صوريني باش نمد الدليل للجمهور عندي جمهور الناس في كل مره يسالوني في الخاص اذا انت واش من الفاكسان فاكسينيت ما نقولش واش من لو فاكسان ونو با فير دو لا بوبليسيتي غراتويت بور لو لابوراتوار كاين الاختيار فارماسيوتيك في الجزائر ولكن راني ملقحها والتلقيح وقالت لي وانا نصورك صورتني قالت لي ما تنساش في البلاطوات قول لهم باللي الفاكسان ما يوجعش وما عندوش اثار جانبيه صحيح يعني هذا الشيء اللي حبينا نجاوبوك الان نرجعوا للموضوع تاعنا تاع الانفلونزا الموسميه وكذلك متلازمه الانفلونزا احنا لازم نفرقوا هنا رانا نعيش جائحه عالميه تاع كوفيد الفيروسات موجوده ولكن هذه جائحه يعني موجوده منذ 3 سنوات عندنا الفيروسات الموسميه اللي تجي في هذا الفصل رانا في هذا الموسم نعم يعني. في يسموها موسميه تجي مع نهايه الخريف وبدايه الشتاء وكيما الانفلونزا الموسميه تبلغ الذروه تاعها في شهر ديسمبر وبدايه جونفي نهايه يعني لو بيك مازال ما وصلناش لو بيك نعم. يعني نظريا نعم. لانه عندنا 3 سنوات ما شفناش انفلونزا موسميه الوباء بهذه القوه والوباء يجي مره يجي خفيف كما السنوات الثالثه يجي خفيف والا بحكم سنوات عفوا دكتور لي جازو كنا يعني لي بافيت ما كناش نحوم فالان يعني نحينا لي بافيت فلهنا الانتشار كان قوي هذا بحكم الاجراءات التي كانت مطبقه من طرف السلطات العموميه والسلطات الصحيه وحتى المواطن كان عنده ثقافه صحيه وكان ملتزم بتطبيق الاجراءات خلى الفيروس يجيب قوة لأنه جهاز المناعة تاعنا احنا نعرفوا بأن عندنا جهاز ذاتي داخل المناعة جهاز المناعة هذا هو اللي يحمينا من كل الغزات اللي يجوا من برا سواء كانوا فيروسات ولا بكتيريا جراثيم خاصة موجه للطلبة تاعنا كذلك ولا طفيليات هذو كامل يعني عندنا جهاز مناعي هذه قدرة الله سبحانه وتعالى من أعقد يعني العلوم هو علم المناعة وعلم الفيروسات يعني هذا الجهاز يحمينا إذا نجي الآن الفيروس ما مشاش يا با ديمينيتي كوليكتيف يعني ما كانتش مناعة جماعية وبالتالي جاب القوة هذه يعني العدوى ما كانتش جماعية نعم ما كانتش ما متعودش بالإضافة إلى لا فاريابيليتي جينيتيك يعني التباين والتذبذب الجيني بالنسبه للفيروس الفيروس هذا تاع الانفلونزا يشبه في الخصائص تاعو ولا في الاعراض تاعو كذلك مع فيروس الكوفيد 19 وبالتالي يعني يتغير من سنه الى اخرى وكل سنه نغيروا اللقاح لقاحات لان هذا الفيروس هذا عنده لقاح نغيروه من سنه الى اخرى دكتور قبل ما نحل السلطان يعني الان كل اللي عنده حمى شديده الام في العضلات المفاصل صداع الراس كما قلنا لونجي ما يحصلهاش كليماتيزور ضيق التنفس يعني هدايا ما راهوش متحور جديد تاع كورونا لا 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 ماهوش الكورونا ماشيه ولكن التشابه في الاعراض هناك تشابه نعم. كبير في الانفلونزا الموسميه وبين سلاله كوفيد 19 دلتا نعم. تشابه دلتا كان جا خطير كوفيد 19 من بعد اوميكرون جا خفيف الاعراض تاعو تشبه الى اعراض اللي كنا نقولوا لو سيندروم غريبال يعني كنا المتلازمه متلازمه الانفلونزا وفيها لي غينو فيروس يعني فيها فيروس واحد اخر هو اللي كيدون لو غيم بانال يعني هذا الشيء بصح كاين حاجه دكتور ثانيه عطوني ثانيه نساء كي كنا في كورونا طبيب كي كنا في كورونا المواطن كي تقولي له يا سي محمد راك مريض كورونا يقولك انا مريض كورونا واش بيك تايا ودركا اللي تعيط له في تليفون اخ والله راك مريض يقول لك سير هذه كورونا ما فيهاش فهمني في هذه كورونا هي هي هي, هي كاين معطيات داخليه ومعطيات وبائيه ميدانيه ومعطيات عالميه الان علاه نقول الكورونا احنا رانا قرب من فرنسا فرنسا غير ما داروا الموجه الثامنه وراهم داخلين في الموجه التاسعه يعني الكورونا ما زالها اليوم الصين الدولة اللي عندهم يا دكتور نعم الدولة اللي بدأ فيها الكورونا اللي بدأت فيها الوباء بدأ في كل مرة وتحول إلى جائحة اليوم نقرأ في الإعلام سجلت ذروة يعني أمبيك لأول مرة رغم أنه نعرفوا بأن الصين دولة عندها سياستها الخاصة بها فيما يخص محاربة وباء كورونا يعني الفيل إكسبسيون هي سياسة الغلق عندهم سياسة بينما الدول الأخرى تتبع سياسة الموازنة أو ما يعطى يعرف بتسطيح المنحنى يعني نشدد القيود
ونخفف القيود على حساب الوضعيه من بينها الجزائر. هذه سيتون استراتيجي. نعم الان وكاينين نطخ استراتيجي ثوازيام هي سياسه مناعه القطاع، خلي الفيروس يمشي الى الان اليوم نقول الكورونا ما زالت وهذه معطيات على هذه الجزائريين. الان العالم مفتوح، كاين شبكات التواصل الاجتماعي، كاين القنوات التلفزيونيه تقول مازال، بالاضافه الى التشابه الكبير في الاعراض بين الفيروسات الشتويه وفيروس كورونا، هي كلها فيروسات تنفسيه. دكتور في نكملوا البرنامج اكيد حين نعاودوا نقولوا لهذه التفاصيل، قبل ما نروحوا لفصل اكيد الفنان لو حاضر معنا توفيق وعلي وكذلك السيد رشيد العماره هو باحث في التراث، انا حبيت نتكلم قبل ما نكملوا البرنامج، حبيت نتكلم على اذا تكلمنا على الشعبي والاثنين تقدروا تجيب تواجبوا المشاهدين وتواجبونا احنا، ملي راحوا شيوخنا تاع الشعبي مثلا عاود نذكر الهاشمي قروابي، عمر الزاهي، العنقه كذلك ربي يرحمهم، ما زدنا نعم هما كثر ربي يرحمهم، وكاين مازال اللي راهم عايشين ربي يطول في عمرهم، لكن ما شفناش يعني هاد الرواج الكبير للأغنية الشعبية. احنا قلنا انه شعبي يحاكي الشباب، تكلم على الحب، تكلم على يعني كان هو الموسيقى تاع شباب، لكن الان ما كانش ريفيرونس لشبابنا في مجال الشعبي، حتى ولو يسمعوا شعبي يعاودوا يسمعوا لي كلاسيك تاع زمان، فالان لهنا وين راه المشكل؟ نخلي المشكله عند رشيد. خلي الاخ يتكلم. والله غير شوف من شطرك الراي وتقدر تكون ماكش موافقني في الراي، احنا لهنا نتكلموا على الطابع. شطركش في الراي، لماذا؟ لان الشعبي هذا كلمه شعبي. نعم جاية من الشعب. إذا كانت تكلمتي على الشباب، حنا كانت ثورة ريفوليسيون دارها محبوباتي الله يرحمهم. نعم. محبوباتي الوقت اللي كانوا حنا كنا أليبوك لا جينيراسيون تاعنا بالك الدكتور الجماعة الآخر كنا نسمعوا بزاف ما وراء البحر، لكن محبوباتي جاء في وقته واش كتب؟ كتب لنا دي شونسونات، وهي أنت وعلاش أنت البارح كان في عمري 20، أعطانا واحد ثقافة احنا ما كناش نعرفوها، كنا الشعبي كان يعتمد على القصيد. والقصيد هذا ما مش كاتبينه الناس من والا ولا قال انسان شاعر بسيط، مكتوب من علماء تاع الدين، اولياء من اولياء الله، تاخذي سيدي الخضر بن خدوف عالم رباني، تاخذي مصطفى بن ابراهيم شاعر امير عبد القادر عالم رباني، تاخذي محمد بن مسايب بن تريكي بن سهله. يعني لهنا سي رشيد راك تقول لي باللي يا ودي انسه ماكش لا غولف. استنى انا راهو يقول لك باللي سما رشيد كي يهضر سلطاني قاري سما يدخل لدكه الاحتياط ما فيهاش. تفضل خويا رشيد تفضل تفضل تفضل. هذا الشعبي هذايا علاش الناس شعبي موش موسيقى، نقدر نقول لك بقوسين موش موسيقى، الشعبي سي لا بارول الكلمه ايه قصايد علاش؟ لان الشعبي يربي بغض النظر على الطبوع الموسيقيه الاخرى ولا انا ما نتكلمش عليها. لا احنا نتكلموا على طابع الشعبي بحكم راكم معانا. الشعبي يتكلم لك على احترام الوالدين، احترام الجار. لا نعم هي كلها رسائل هادفه. خذي دحمال الحراشي، خذي مثلا يا رايح وين مسافر. حنا هذا رانا مشاطرينك في الراي يا سي رشيد، حنا كل هاد الامور اللي تتكلم عليهم رانا موافقينك، فحبينا نحافظوا على هذا التراث، ولكن علاش راهو سي توفيق وحاضر معنا قلت الان واش يمنع انه القصايد ديالكم يولوا تكون عندهم شهره ويسمعوها الشباب؟ هي درك بالنسبه للبكري، بالنسبه للبكري كان محبوباتي كان عنده استوديو، كان يجيب فنانين، يجيب فنان يعطي له، كان كاتب ملحن مؤلف ملحن وكان مؤدي يعرف يؤدي، يجيب من العراس يخير مغني عجبه يعطي له القصايد يقول له سجل. دركا احنا ما عندناش، كان يلبسوا الكوستيم خويا احنا ما عندنا سيتي يعيطوا له لو تايغ محبوباتي كل واحد يمد له قصيده عليه هو يالف قصيده يكومبوزي لها الموسيقى تاعها يأديها وما يصيبش، كي يروح للاستوديو استوديو يسقام له غالي وكي يخدم بكري كانت الكاسيطه، كي واحد ينفيستي في كاسيطه، الكاسيطه المعمره كانت رخيصه الكاسيطه الفارغه. عاود لي هذه خويا المعمره رخيصه الفارغه. الكاسيطه المعمره كانت سوا 4500 والكاسيطه الفارغه كانت سوا 7000،
واحد باش يسجل من كاسيطه لكاسيطه يدير البيراتاج هذا الا ما صابش في السوق تقاملوا الكاسيطه الفارغه هذيك غاليه الكاسيطه المعمره فهمت هذه يا سي عبد الرحمن كنت نديرها انا انا كنت نديرها عبك عاود رجعتني عاود رجعتني في شافيش ومن بعد كنا نديرو عبك فكنا نديرو انا كنت نخرج برا نشعلوا هذاك البوطون روج كاين زوج قفلات ودي لهم باش ما يخرجش وراك معاه تبع في طق باش ما يخرجش باش ما يخرجش هما لا واحد كي انفيستي معليش يا سيدي ننفيستي بدراهمي نخسر باش نبين واش عندي للجمهور مي بصح من بعد اذا مشى لي ننجح بوش انفيستيت بالاخر بالكاسيطه دركا كلش بيراطاج مي كاينه حاجه تقدر نضيفها للشيخ كاينه حاجه امور دوك لي جون تاع دركا ما يدناوش القصيد يحبوا لا شونسونات الطقطوقه علاه يحبوا لا شونسونات سي كوميرسيال كما كان يقول السي محمد السلطاني ولا انا زمن السرعه دوك انت تحط له الخزنه الكبيره ولا الخزنه الصغيره ولا بيت والسياح ولا على بالك باش انت بيت والسياح يعني الشيخ وين تنفع بيت والسياح والخزنه الكبيره وكذا اللي يعني هادو عند دونتيست قبل ما تنحي الدرزة سمع شغل انستيزي هو يحوس يحوس دير له اون شونسونات تاع اربع دقائق خمس دقائق اسمعها سي بون دادوك دير له انت قصيده تضرب فيها نساء الوفاه تاع النبي صلى الله عليه وسلم تاع سيدي محمد شحال فيها؟ زوج سوايع حاجه محمد العنق الله يرحمه كيخدمها زوج سوايع ياك صرات له الواقعه هذيك اللي صرات له في المديه معروض وكلش باش يخدم العرس جاو ليه قالوا له يا شيخ العرس توفى العرس توفى الله يرحمه اذا الحاج محمد العنق الله يرحمه حط المونضول تاعو حطوا كاع الالات تاعهم الصناعه اللي مع الحاج محمد العنق الله يرحمه بالمناسبه راهي المناسبه تاعو 23 نوفمبر هذا نعم وفاه نعم تاعو نعم اللي ني 1807 وتوفى سنة 23 نوفمبر 78 الله يرحمه الحاج محمد ربي يرحمه رحمة الله يرحمه ادى قصيدة الوفاة ثلاث سوايع ونص ويغني فيها مدح قولا بدون آلة والو نعم يوم توفى سيد الخلق يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم من اللي مات من اللي زاد حتى اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم الشعبي مدرسة نعم صحيح حب ولا نكرهم مدرسة وكاين ماشي غير الشعبي عندك البدوي أيضا نعم البدوي ايضا وكان الناس الشعبي من العاصمه يتعاملوا مع الناس البدوي نروحوا لفاصل قصير والحديث شيق فاصل ونواصل صابوني من اللي عط الهواء شوان بلا راح قلت لهم صفه الراحه نرحب بكم مشاهدينا وكذا بضيوفي الكرام اليوم الحديث راه على تراثنا على مدرسة الشعبي نتكلموا على الإنفلونزا الموسمية وكذلك شنة وحاضر معنا نتكلموا على التنشيط نتكلموا على البرامج نتكلموا على التمثيل في الجزائر نبقى مع البرنامج ديالك شنة وحنا قبل ما نروحوا الفصل كنا تكلمنا على المدية وشنة وش معناتها شنة قبل كل شيء حبينا نفهموا حنا يعني هذه والفناك حنا عبد الرحمن شني بصح شني سي تقدر كما كان يقول قبيله ولا كيفا انا 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 الـ الـ يعني الاصل نتاعي انا مداني واحترم سكان المديه نعم والنصف الثاني اللي هو انت ما حيرتيني كي قلت لي نعم اكيد عندنا كاع المعلومات عين دفله الام ديالك الام ديالي رحمه الله من منطقة غريب اللي هي وتشرفة تابعة لسيد الرخاء هذا ولي من أولياء الصالحين تحية إلى كل سكان عين دفلا عين الشياخ جندل حتى الحدود مع شلف بصح نسالوا شوية في شلف نعم ديت هذيك ولا كيفها ديت شوية لو بيرسوناج باسكو الوين شاريس معروفة كذلك بالتنكيت وناس عندهم هذوك ناس مريحين يتو عندهم وعلى بالك اللهجة تاعهم رائعة جدا كاين واحد العجوزة في عمرها 90 سنة قالت لي حيرتني في كلمة أخلخ كانوا عبك عاود استرجعتها اخلخ اخلخ اخلخي اخلخ خبز زيدك هذو بكري اخلخ خبز زيدك هذه الكلمات يعني تروح لزيارة تسمسيل عين دفله شلف
هما عندهم كلمات رائعه كذلك. شني هي ماهيش زعما باغ اكزومبل كلمه اللي تستهزى بها ولا اللي بس ضحك بها. الشعب الجزائري تقبلها وجاتو ماشي على مضض، تقبلها بصدر رحب. صح. ومن بعد الحمد لله يعني انا نشكر من هذا المنبر قناه الحياه واللي فتحت لي المجال باش درت هذا لو شو شني شني جو. معناتها رحنا للاسم تاع استدير لو بيرسوناج تاع شني شني اللي خرجت منه انا، استدير راني درت نوتر بيرسوناج. ما يلزمش واحد يبقى دائما في نفس الشخصيه النمطيه هذيك، بدل ربما يكون باش يتماشى مع لي جينيراسيون. نبقاو في البرنامج عبد الرحمن، نبقاو في البرنامج شني شني شو. يعني كيفاش توجد هذا البرنامج، تجهز له يعني منين ليك المعلومات؟ شكون اللي يدير لك ورقه الطريق لا في دو غوت؟ يعني انت من تقديمك اعدادك وتقديم كيفاش المواضيع كيفاش تختارها؟ لانه البرنامج دا حجمه في المجتمع ديالنا وفي كل ولايات الوطن، فقل لي كيفاش توجد ورقه طريق مثلا لبرنامج راك تقدمه شني شني شو؟ هي الحصه راهي تفوت 2 سيكون 2 بار في السمانه، كانت من قبل كانت يوميا. انا اولا من هذا المنبر نشكر الجمهور المتلقي الببليك اللي هو بارتنر، هو اللي راه يساعدني. لماذا؟ عندي تواصل مع الجمهور بكل اطيافه وبكل فئاته. انت انا راني عايش في الجزائر، راني عايش في مجتمع جزائري، راني عارف المشاكل ديالو. بيان سور عندي لاكسي باش ندخل البوس، عندي لاكسي باش نروح للتران، عندي لاكسي باش ندخل للمارشي، عندي سما ندخل الادارات، ندخل عايش الوضع ونشوف عندي دي زيكو. بصح الانسان ماشي كل حاجه تقدر تفوتها، الفوت تورني لا لونغ سيت فوا دون لا بوش. وكما قال الاستاذ سلطاني قبيله استحضرتها، قال لك كي تدخل عارف كيفاش تخرج. وعبك الكلمه كي تقولها هي مسؤوليه، ولما تنطق كلمه كما قلت انا شني شني، حتى في الصيف لقيتهم يقولوا شني شني في البرج. ومن بعد كيفاش مثلا في الاسبوع كاين حاله، كاين موضوع، فهذاك الموضوع راه يدور في هذيك لا سيمان. تشوف على صفحه الفيسبوك الايجابيه، ماشي هذيك نيمبورت كوا. تقرا الجريده، انا مساعدتني الجريده ونحيي الصحفيين كامل الاقلام اللي نتبعها. كذلك هناك مقالات على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، واش راني نشوف كذلك في القنوات. ونحيي الجرائد واللي مازال عندها حيز في المجتمع ديالنا بحكم مواقع التواصل الاجتماعي، لكن كاين قراء مازالهم يحبوا رائحه الجريده ويشريوا الجريده. ونحييوا الجرائد. انا عبوك انت نزعف. نعم. انت نزعف كي ندخل عند اللي بيع جورنال وما لقاش لي جورنو. انا عندي ان جو في النهار نقرا لي جورنو. صح. كامل العناوين ونحييهم ونحيي الاقلام، وهذه اللي تزيد الثقافه الانسانه الجرائد. بيان سور كاينه الانفورماسيون، نشوف لي شان، ندير دي سانتيز، ندير دي سيبوتيز، نشوف لي طابلو روند، نشوف لي زيميسيون. انتاجات يعني من كل بالك برامج سياسيه، المجتمع، المشاكل، الجرائد، كلها اللي تخليك دير ورقه طارق. فوالا. ومن بعد عندي هذه القراءه المتواضعه تاع هذا العبد الضعيف. نعم. كجزائري عندي ليكتور للمجتمع كيفاش راهو عايش وكيفاش يتفاعل مع موضوع معين في لا سيمين. تسيب كيما هذو اليومات رانا عايشين المونديال ابوبري. الحاجه الاولى اللي ديتها في البدايه الحمد لله انه بلادنا شجعت دوله قطر. نعم. ولنحذو حذوهم، هذه دوله صغيره ولكن نجحت انها بنت ان ما هي مش قضيه المونديال ولا استدير لو سبيكتاكل اللي ندير في المونديال، هي اعاده روديناميزي البنيه التحتيه. يعني لو كان طرح عليكم سؤال عنده علاقه بالمونديال من نهايه البرنامج تعطوني الجواب. صح. ما كاش جوجل الان، انا في البرنامج. شني شني وسلطاني، انت يا هذا الفريق وسلطاني مع توفيق. اوكي معليش سؤال، وبالك راني غلطه في السؤال لكن جاني البارح كنت نبحث ونجهز في البرنامج. المونديال كل المنتخبات شاركت في المونديال، يعني تشارك في المونديال، لكن كاين بلد واحد اللي عمره لا يشارك في المونديال، الهند. علاش الهند عمرها ما شاركت في مونديال كرة القدم؟ نخلي لكم حتى نهاية البرنامج. ما كاش جوجل سلطاني. ما عنديش، ما كاش من كوبي. يلا معليش نكملوا البرنامج. عندي جوكر. واش من جوكر سلطاني؟ نتقفوا. عيط لي زيد جمعة، نعيط للوسمو كمال. نعم معليش. عمر كمال حمي طهري. أنا من البداية نظن. ولا كمال مهدي. نظن عندها علاقة بالجانب العقائدي. نعم جانب استدير الديانه ما كاش علاقه. نمد لكم الجواب ولا في نهايه البرنامج؟
الى حبيتي مدينا باسكو نخلو في نهايه البرنامج حتى نخلو السسبنس. شني شكون هو الضيف اللي راك تحلم انه يكون معك ضيفه بالك جزائري حتى خارج الجزائر راك حب يكون ضيفك في شني شو ومازال ما عرضتوش ولا مازال ما كانت ليك الفرصه تعرضه ومازال ما جاش معك؟ ما على كل حال انا تعطيني اسماء انا نحترم كامل معليش نعم كامل يعني الشخصيات العامه احنا كمقدمين برامج شخصيات يلا عطيهم كاين اول واحد اللي هو صديق ونتمنى له الشفاء العاجل من هذا نعم ربي يشافيه اللي هو صالح اوغروت ربي يشافيه ثاني هو عثمان عريوات ولو يقدر يقول لك نجيك ومن بعد ما يجيش ونحييه ونحترمه نعم شخصيه رياضيه كبيره اللي هو لانه عنده خفايا وعنده انا شخصيا نحبه ونتمنى له النجاح اللي هو جمال بالماضي يلا نقعد لاعب لاعب اخر نتمناه يكون معايا في اللي هو الاخضر باللوني يلا الله رانا وجهنا الرساله من هذا المنبر شوف صالح وقروت ربي يشافيه اكيد من بعد ان شاء الله حيتقاسم معنا وربي يشافيه عده برامج الثاني عثمان ربما يقدر يكون نعم عثمان علي صديبون ناسو هذاك النهار صديبون لازم نتبع له احواله كوتش ان شاء الله لما لا يكون معك وباللومي اكيد شرف انه يكون حاضر معك اذا نروح لي الدكتور ملهاج قلنا انه الناس دكتور قلنا ما داروش الفرق بين الانفلونزا الموسميه ومتحور كورونا فيروس فما داروش الفرق بداو يعني لي زانتيبيوتيك كانه على اساس كورونا الان واش نقول لهم من هذا المنبر وحتى انه ربما كما قلت انت مجرد انفلونزا موسميه لكن مباشره بداو بلي زانتيبيوتيك الخاصين بكورونا كوفيد 19 ولا راني غلطه كذلك فعلا راكي في الصوره ورانا في الاسبوع العالمي نعم. للاستعمال يعني للتحسيس فيما يخص استعمال المضادات الحيويه يعني المفرط هذا المفرط دكتور اسمح لي مع كل احترامي بالك راني غلط مفرط يعني قول طبيعي قول دكتور معليش قول نجوها نجوها بالعقل الاستعمال تاع المضادات الحيويه فيها ثلاث اشياء الاولى نشوفوا لا موليكول ما هو باسكو لي زونتيبيوتيك سي دي فامي كاين عندنا لي بيتا لاكتامين اللي فيها لي بينيسيلين مع لي سيفالوسبورين عندنا لي زامينوزيد عندنا عائلات كبيره لماكروليد عندنا عائلات كبيره من المضادات الحيويه لازم نشوفوا واش من المضاد الحيوي اللي نستعملوه. ثانيا لا دوز يعني الجرعه. ثالثا المده، هذو شكون اللي يمدهم؟ هذو ماشي اي واحد يروح للصيدليه ويشري ان انتيبيوتيك. هذا طبيب اللي يدير تشخيص، عندي واحد المقوله نقولها دائما ونقولها نعاودها اليوم قلناها معكم باللي لو دياغنوستيك التشخيص اكت انتيليكتويال كي نيسيسيت بوكو دو كومبيتونس اي دو سافوار فير. يعني هذا التشخيص هذا اسمح لي دكتور معذره سي ان اكت ميديكو ليغال نعم مش لاباس دكتور لما يكون بالكلاسيكي هكذا يعني سلطاني على التدخلات لا لا كي نقول لك انا طبيب كاني تما راني عطيت لك تيري بيناتي عطيتها لك معليش احنا قلت لك نقولوا الوصفه يعني لك واسع النظر هل اي انسان يقدر يمد لك الدواء وتروح تشرب وكش ما يصرى اس كاين فيها ضرر بارك الله فيك هذه زونتيبيوتيك عندهم اضرار بعد ما العالم استعملهم لمده كبيره بدون رقيب يعني ما كناش نراقبوهم وكنا نشوفوا غير الجانب الايجابي تاعهم نعم ظهرت بعض الجوانب السلبيه من بينها لا ريزيستونس المقاومه للمضادات الحيويه وصبح عندنا اليوم مشكل عالمي لانه الناس تالمون يزون نابيزي دكتور يعني عفوا يعني باش نبسطوا الامور يعني بحكم انه دينا بزاف لي زانتيبيوتيك لما نحتاجوا انتيبيوتيك يولي ما يفيدش فينا بارك الله فيك نعم. هذا هو ولا ما يفيدش فينا اون ايبيزي نوتر بورتفوي اون ماتيغ دانتيبيوتيك يعني الانسان اصبح لما تكون عنده حاجه وعندنا دراسات اليوم كاين امراض اللي ولات ما عندهاش ادويه وعندها مقاومه كبيره هي لا توبيركيلوز المرض القديم اللي عاود ارجع كي يكون عندنا مرض اليوم كاينه اون ريزيستونس كاينه مرض واحد اخر هو لابرينوغاجي مرض السيلان هو مرض يتنقل عن طريق الجنس
هذو الناس خاصة هنا كي نروحوا للوقاية نقول لهم بعدوا على العلاقات الجنسية الغير محمية، قولوها للشباب تاعنا لأنه ماهوش غير السيدة، الناس في مخهم باللي كاين في الأمراض المتنقلة عند طريق الجنس كاين سيدة فقط، كاين أمراض واحدة أخرى، كاين دوطخ فيروس. إذا هنا كاين باغ إكزومبل شي لا فام كاين اتش بي في، هذا الفيروس اللي يمد كذلك أمراض تنقل عن طريق الجنس. الشباب تاعنا نوعوه ونقولوا له تفادي الأسباب، هذا يعني نغلق القوس هنايا. عندنا نعطيك مثلا، عندنا اليوم عندنا رانا في الانفلونزا ورانا في باش نرجعوا دائما للواقع كما كان يقول الأستاذ، دائما نروحوا من الواقع تاعنا ما نقعدوش الجانب النظري والأكاديمي. عندنا اليوم لو فيروس، عندنا لو فيروس سينسيسيال ريسبيراتوار سينسيسيال، الفيروس التنفسي المخلوي، هذا اللي يقيس الرضع يعني يقيس الكبار والصغار وشنو هو ضر الرضع، اللي راهو داير اون ايبيديمي دون سيغتان بيي اونتر اوتر لالجيري، من بينها الجزائر، راه ينتشر المستشفيات لي سيرفيس دو بيدياتري. الناس لما وليدو عنده الحمى يروح مباشرة، واش يروح؟ يروح يجيب له يشيلوا انتيبيوتيك من عند الفرماسيان، يقولوا وليدي هو عنده مرض والريح ويعني هذا خطر، لانه هذه فيروسات، والفيروسات نعاود ناكد ما تفتش فيها المضادات الحيويه، راك تضر وراك تكون له مقاومه على الضر. اذا الاصح انه يروح مباشره للطبيب. اصح دائما هذا تكلمنا قلنا باللي الوحيد مختص والمخول كما كان يقول يعني مخول قانونا باش يدير التشخيص اولا اللي هو صعيب ومن بعد يجي الوصفه من بعد لا بريسكريبسيون يجي من بعد هو اللي يعرف، لانه كاين خلط الناس داو لي زانتيبيوتيك بلا ما راحوا للطبيب الخاص. خطر في دول واحده اخرى ما يعطيلكش بدون وصفه. نعم يعني ما يعطيلكش، حنا نوعوا ونحسوا. نعم. ولكن في 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 دول واحده اخرى هي اون ريغلومونطاسيون. نعم. كي انتيغت يعني تمنع. نعم. كاين قانون وتنظيم يمنع المهمه. نعم. الانتيبيوتيك هذايا شحال يقعدوا؟ كاين يقول لك ويجور ولا دي جور، وعلاش ويجور ولا دي جور دكتور؟ هذه اللي حبينا. معليش حنا هذه سؤال وجيه يعني لانه لو جيرم ميكروب هذا ماهوش فيروس. لما تولفوا انت تعطيلو ثلاث ايام المواطن عليه، قلنا قبيله قلنا لا جوري المده، قلنا الجرعه المده ولا موليكول. نروحوا للجرعه الان، المده انسان ثلاث ايام تبدا تهبط له الحمى، يحبس الانتيبيوتيك. واش معناتها؟ يعطي فرصه للجرثومه هذيك باش تتاقلم، ما يقضيش عليها، تتاقلم والمره الجايه يولي عنده مقاومه لهذاك المضاد الحيوي. سؤال وجيه يعني جدا. نعم. هذه اللي دائما نقولوا له، علاه نقولوا الناس روح للطبيب؟ ماهوش في يومين تحبس، إذا قال لك الطبيب عندك سبع أيام تاع المضاد الحيوي هو لازم تتبع يعرف التركيبة تاع المضاد. لك الطبيب. نعم هذه يعني مهمة. نعم. كذلك لا دوز يلزم لك 125 ميلي غرام، 250، 500 ميلي غرام ولا 1 غرام. هذا الطبيب اللي يعرفها على حساب لاطاي تاعك، الوزن تاعك، وعلى حساب ليطا فيزيولوجي. العمر. كاين ثاني لي زونتيسيدون يعرفهم الطبيب، هو اللي كيتسقسيه يعرف. كل واحد عنده ملف طبي. نعم. كاين لي زيفي انديزيرابل، إلي كونتر انديكاسيون، شكون اللي يعرفهم؟ على ونوصوا الناس دائما في التوعية، ونقولوا لما تروح للطبيب، إذا كنت بدلت من طبيب، الطبيب اللي تداوي عنده دائما هو يعرف. كامل الأمراض يعرف. والأعراض اللي عندك. يعرف في شي تاعك وعنده يعرف. في الدول المتقدمة كاين في شي انفورماتيزي ان كارت يعطيك كاع لي سوري تاع الملف ديالك جاهز اللي ما عندوش. رايحين ليها طبيب وزير صحتك. ديفو دو كوا هنا في الجزائر، لما تروح لعند الطبيب تاعك، الطبيب المعالج، وخاصة إذا بدلت الطبيب، أعطي له الوصفة تستعمل. نعم مباشرة يعني الملف وتتفهم الطبيب. نولي لسيد رشيد العمارة، قلنا باحث في التراث، وإحنا تراثنا حابين نحافظوا عليه حتى ما يروحش من بين أيدينا ويروح لدول أخرى وتنسبوا ليها، فلازم نحافظوا على تراثنا. من بين البحوث اللي راك تقوم بهم يعني البحث، ولا راك في صدد واش نقولوا له البحث ولا صحيح التراث، البحث في التراث، البحث في التراث في موضوع سيدي محمد بوقبرين، فلماذا هذا الموضوع ولماذا مباشرة يعني باختصار بوقبرين؟ لأنه على بالنا عنده زوج قبور لكن نذكروا المشاهدين. شوف سيدي محمد بوقبرين هو من مواليد سنة 1720 ببلدية بونوح ببوغني ولاية تيزي وزو، وتوفي سنة 1793 تقريبا عنده ثلاث قرون برسك تروا سياكل. هذا إنسان عالم رباني على حفظ القرآن الكريم في البلدية تاعه في المدينة تاعه، وكانت أهل علم
ثم بعد ذلك في العمر تاع 20 سنة انتقل إلى مصر إلى الأزهر الشريف وين درس تما. بعد ما درس كانت عنده الشرف أن يعني علماء الأزهر والطريقة الخلواتية يعني مأخوذة من كلمة الخلوة يعني العلماء والزهاد كانوا يختلوا في العبادة في مكان ما. ثم دخل الجزائر ويعني ودرس هنا في الجزائر ويعني أسس الطريقة الرحمانية. هذه كلمة الخلواتية أدها إلى رجحة الزاوية الرحمانية أو الطريقة الرحمانية وكون الزاوية تاعو في المدينة تاعو. سيدي محمد هو الاسم تاعو محمد بن عبد الرحمن القشطولي الزواوي بين قوسين يقولوا الأزهري لأنه درس في مدينة الأزهر في جامع الأزهر. ثم بعد ذلك بعد ما درس فهو بالنسبة للعقيدة تاعو هو كان من أهل الجماعة السنة والجماعة يعني هذا وكان متبع المذهب المالكي كما المغاربة كلهم يعني الجزائر تونس موريتانيا هذو كلهم يتبعوا الطريقة المالكية المذهب المالكي. من بين المشايخ تاعو عنده هما شيخين يعني اللي معروفين يعني اللي يعني درسوه مباشرة وهو محمد بن سالم الحنفي وأيضا محمد بن عرب أيضا هو من مشايخ تاعو. من بين التلاميذ تاعو اللي كانوا يعني معروفين في الأخر هو أيضا كان هو محمد العمالي هذا تاني عالم رباني وأيضا بالنسبة للطرق اللي كانت متواجدة هنا في الجزائر والزوايا كانت متواجدة في الجزائر من بينها أيضا التيجانية مشوا درسوا عند سيدي محمد أبو قبرين. السؤال نعم تفضل كمل السؤال. السؤال اللي هو يقول ربما سيدي محمد أبو قبرين معليش معليش نذوك نجاوبك محمد اسكو عنده خلف ابناء ام لا السؤال يبقى مطروح هنا نخليها للباحثين يعني الاهل راك منهم سي رشيد لا انا كان هناك خلاف كان قال لك خلف ابناء وكاين اللي قال لك لا بالك الطلبه ديالو قالوا ابناء يعني في هذه التصرف مازال يدقق في هذا الامر هل عنده ابناء ام لا خلاف على مثلا سيدي عبد الرحمن التعالبي رحمه الله اللي مولود سنه 1385 بمدينه يسر ماشي لي يسر 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 في وادي يسر نعم وادي يسر وتوفي سنه 1475 كانوا عنده ابناء ثمان ابناء من بينهم سيدي يحيى اللي تعرفوا سيدي يحيى لماذا سميت بابا بالكور مقبره سيدي محمد لان الضريح تاعو موجود تما نعم السؤال اللي قلتوا لماذا كلمه بو قبرين هو سيدي محمد رحمه الله كان معارض للدوله العثمانيه وبالتالي حكم عليه بالإعدام تبقى أيضا للتاريخ يقال بأن الجسم تاعو النص كان في معسكر وجابوا الرأس تاعو إلى حاكم العثماني هنا في الجزائر ولذا قلوا بو قبرين النص مدفون لهي ونص مدفون هنا في سيدي محمد وكاين لا دوزيام فيرسيون اللي تقول بأن بو قبرين هو أنه المريدين تاعو في المدينة تاعو مسقط راسو إيكشطال يعني في القشطولي يعني في مدينة بوغني حبوا يدفنوه عندهم لكن العاصميين الثاني من المريدين تاعو قال لك لا لا يندفن هنا واش داروا؟ داروا زوج من نعش واحد من واحد من يعني زوج صناديق واحد من واحد من واحد داروا فيه الجسم تاعو والاخر خلاوه فارغ قال احنا باش نصدوا الخلاف رفدوا واحد كل واحد يرفدوا واحد الا الناس اللي كانوا متعهدين باللي ما يقولوش وراه الجسم تاعو لا من ولا من باش يفضوا الخلاف ما بين الناس تاع المنطقه يعني مسقط راسه ولا المريدين تاعو بالعاصمه. تبقى ان العاصمه هذه المقبره تاع سيدي محمد اللي موجوده في بلكور حاليا مدفونين فيها عده شخصيات وعده علماء من بينهم الشيخ البشير الابراهيمي، الشيخ عبد الرحمن الجلالي، العربي زكا، الحاسبه بن بوعلي، مالك بن نابي، والقائمه طويله وعدد من اعضاء 22 في والمجاهدين محمد بن الوزداد اخرهم الله يرحمه زيدي يا نساء زيدي الكثير الكثير زيدي قول لنا
محمد مرزوقي عضو 22 ربي يرحمه، وكذلك قائمة طويلة، قائمة طويلة، كذلك بوعجاج ربي يرحمه. نعم، قائمة طويلة. يبقى من بين المؤلفات. بالمناسبة مرزوقي الله يرحمه جدها سي لو غران بير ماتيرنال، الله يبارك. الحمد لله، قالوا من ديك الورقة، قالوا من ديك الشجرة. الله يبارك. يبقى من ضمن المؤلفات تاعو اللي وجدتها انا بعد الكتب اللي درستها وكلش، ربما نسرد لكم بعض الكتب اللي الفها سيدي محمد. سيدي محمد، وهي رسالة فتح الباب، رسالة طي الأنفاس، دفتر الدفاتر، شرح الرفاوي، شرح لامية الزقاق، زلزلة النفوس، ومؤسس الطريقة الرحمانية. هذه كلها كتب يعني كألفها سيدي محمد. يبقى سيدي محمد اسمه محمد بوقرة رحمه الله، سمو محمد بوقرة نسبة. جميل، ما بعد نكملوا في البحوث بالنسبة لي سيدي محمد بوقرة. دكتور عنده. نعم دكتور. عنده أنا برك التاريخ، مانيش مختص التاريخ. نعم، ولكن مهتم بشوية بولي الله الصالح سيدي عبد الرحمن الثعالبي. نعم. اللي هناك روايات أخرى وكتب أخرى تقول بأنه مولود في قرية الثعالبة، صحيح بدوار يسر موجودة حاليا. نعم. بوادي يسر ببالسترو، ما كان يعرف سابقا ببالسترو الخضارية حاليا، مسمات باسم الشهيد سي الخضر. سي الخضر قراني رابح مقراني يسموه سي الخضر، لو نون دو غير تاعو. هذه للانصاف ليها يعني، كاين بعض الكتب اللي تحلل هذه تتكلم على ان الشيخ عبد الرحمن الثعالبي اصله من قريه الثعالبه من باليسترو سابقا الاخضريه حاليا. شكرا على كذلك المعلوم. الشيخ الناظور كذلك فيه يقول بانه كذلك اصله من نفس، كنت في حوار مع يعني توضيح هذه مساله للمؤرخين. نعم صحيح. والباحثين اللي فصلونا فيها. نعم. باش ما نقعدوش يعني. نعم. فيه في نضيف حاجه بالنسبه لسيدي عبد الرحمن الثعالبي. نعم. هو من الاشرف، يرجع النبي النسب تاعو الى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق علي رضي الله عنه. نعم. باش يكون هذه معلومه برك. نعم. نضيفها. نعم. وحنا سامحني، وحنا زمان يقولوا انت وليد من، ما يقولوش انا وليد مثلا بابا كذا، يقولوا وليد مثلا سيدي الخير سطيف، قال وليد سيدي الهواري وهرن، سيدي بومدين تلمسان. هذه بالنسبه للاولياء كانت تعرف المنطقه باوليائها. حنا اللي تصيفين ما كانش عندنا نو برينو، ما كانش عندنا حنا الجزائريين. حنا الجزائريين كتقول وليد من، قال العماره رشيد وليد من، ولد سعيد، ولد بن محمد، بن الاخضر، بن بالبخيري، ترجع خمس جدود للور. نعم. باش تمد النسب تاعك. هاو الجزائريين كيفاش كانوا يتعاملوا بالجدود. نعم. شكرا. جات فرنسا محات لنا وغيرت لنا حتى الاسماوات. نعم. صحيح. وانسه الاسبوع اللي مضى يعني مادام ذكر رشيد سيدي محمد بوقبرين، كانت المكتبه الوطنيه كذلك احتضنت ملتقى على سيدي محمد بوقبرين، وجاوا علماء وجاوا مثقفين وجاوا تكلموا على سيدي محمد بوقبرين، وهذه سي تون بريمير يعني، وهذا شيء جميل. في الايام القليله كذلك راح تكون ملتقى على سيدي بومدين الغوث كذلك، حاجة مهمة جدا. معنا واش حبيت نقول بالمختصر المفيد، وهذه نظل نعاودها، يا ناس أنتم تنتمون لوطن، هذا الشباب والناس اللي راهم يشوفوا فينا تنتميوا لبلاد ماهيش ان اكسيدون دو ليستوار، يعني بلاد اللي فيها تاريخ وفيها ناس وعلماء، يعني بلاد الحضارة وغيره وغيره وغيره. يعني حق لكم أن تفتخروا بانتمائكم لهذا البلاد. ويبقى نضيف لكلامه أن سيدي بومدين الغوت دافين مدينة تلمسان، هو أصله من إسبانيا ودخل إلى الجزائر من إشبيلية، وهو جاهد مع صلاح الدين الأيوبي في فلسطين، ويدو مدفونة تم. نعم. يده مقطوعة. نعم. مدفونة في فلسطين. شكرا. نعم شكرا على كل هذه التفاصيل. سي توفيق عطينا هكذا قصيدة باش نروحوا بها فاصل. ذكر كاش قصيدة اللي راه كاتبها. حاجة اللي كيفاش يقولوا رشيد، حاجة اللي راكب ولا اللي راه على راس لسانك. لا لا هكذا. لا لا هما مجموعة الشعبي عبد الرحمن عندهم كما يقولوا في الخطاب تاعهم، عندهم كلمات يستعملوها. يلا هكذا شويه. هو القصيد على بالك، لا تقول مغني غني. ايه يتبختوا هكذا ربما ما يكونش متهم. يلا نروحوا لفاصل ونجوا. نقولوا شوفي نعطي لك وحده القصيده، تقول معليش نعطيك وحده. تقول انا كتبت على الوالده مثلا، على الام. اه معليش. كتبت على الام، واش تقول؟ تقول على الام تقول
اش حس من لانكوا بصح نيراني على فراق الميمة يا حاضرين صورتها مغروسه في دهاني اش يصبرني عليها يا سامعين الميمة كي نتفكرها يتفاوع عياني صبر ليك يا الدايم المعين قصيده طويله يلا. الام معليش الله نديروا الاجوبه الاجوبه ومن بعد يكملها شلي شلي يلا نجاوبوا بالقصايد الان انا نقول حاجه للافه تاع الحراقه تاع الناس اللي هي لهي تروح وكاين الناس اللي غرقوا في البحر وربي يرحم ان شاء الله اللي غرقوا كما قال لك واللي سلك كما قال لك ربي يطول في عمره ان شاء الله نقول وين تروح وين تروح وين تروح وقلب ميمتك راه مجروح وين تروح وين تروح وميمتك تبكي وتنوح شحال اللي راح من لك وعلك ولا وشحال اللي ضاع هام في البحر حياته وخلى فرعون طاح فيه وغرق جرات وحمل وشحال كثير من مثالك ماتوا بالجمله حسبش الزوخ والقمار يزيدوا في الرجل شوف الوالديك من فرق تقهروا بالعله وين تروح وقلب امي جروح وين تروح وين تروح امي تكتبكي وتكتبكي نعم جميل جدا نبقاو لهنا شني شني كمل هكذا نديرو انشينمون حتى نروح لفاصل لا تستغرب كي تشوف الغراب يشيب والملح دير النواره في هذا الزمان اللي مرض فيه الطبيب الكذبه والسرقه ولات الشطاره يخبيو من تحت الكونطوار الشكاره تاع الحليب ويقول لك هذه هي التجاره يا ويلهم يا ويلهم راهم فاقوا بهم يلا مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا وكذا بضيوفي الكرام من خلال قناتكم قناه البلاد تي في نروح مباشره كملنا مع هكذا القصايد لكن اكيد الموضوع موضوع الساعه الحراقه نروح نسمع مباشره من عند الفنان لو حاضر معنا توفيق وعلي تفضل توفيق حتى نسمعوك بالموندول الموندول على بالك يزيد هو كلش يعني في القصيده يلا تفضل وين تروح وقلب امي متكره مجروح وين تروح وين تروح وين تروح وامي تبكي وتنوح وشحال اللي ظام في البحر حياته خلا فرعون وطاح فيه وغرق جراته وحمله وشحال كتير من متالك غرقوا بالجمله ما تحسبش الزوخ والقمار يزيدوا لك رجله شوف الوالديك من فراق تقهروا بالعلا وين تروح وين تروح وين تروح وقلب امي تكره مجروح وين تروح وين تروح وين تروح وامي تكتبكي وتنوح
ما تدير امان في البحر يقولوا غدار، وشحال من سفينة لدا وشحال من بحار. ما تقولش نعوم البحر الدار ياس كبار، منهم اللي غرق منهم اللي نجا وجاب خبار. غير ما تغامرش يا وليدي والليل الدار، طوفان ما يرحمش يشبعك من ليهت والمرار. وين تروح وين تروح وين تروح وقلب امي متكره مجروح. وين تروح وين تروح وين تروح وامي تكتبكي وتنوح. وين تروح وين تروح وين تروح وقلب امي متكره مجروح. وين تروح وين تروح وين تروح وامي تك تبكي وتنوح. فنان توفيق وعلي راهو حاضر معنا، وهادو هما المشاكل اللي رانا نتخبطوا فيها، انه الناس يطروا حراقه ويحرق قلب الام ديالو. شكرا على هذا الاداء وعلى هذا الاحساس. نخلوك تكمل. الاداء حزينه سامحيني. نعم. طلع واحد الاداء. نعم. الاداء. نعم. يعني حزين في الاسلوب تاع وين حتى المستمع يسمعها. نعم. يعني راح يحس يعني لا دولار يعني تاع الام. نعم. يعني الام باسكو الاول اللي اللي راح هذه الكلمات تاعك انت اللي اديتها كلمات. اذا من كتابتك تلحينك واداء تاليف. نعم. حتى الكلمات ثقيله. نعم. ثقيله ومعبره كما قال باش توصل للرساله، باش توصل للرساله للناس هذو ما ليهم يروحوا ويخلوا والديهم. هذا هو دور الفنان. بالمقارنه كاين فنانين اخرين سمحهم الله هم الذين يروجون للهجره عبر القوارب. نعم. غادي نحرقها وغادي نقيس روحي في البحر يعني. نعم. تشوف من الافات ايضا نشوف حتى هو اداها غير بالمندول برك، هذه كنت سمعها بالك في الاوركسترا. نعم. ما بين الفرقه الموسيقيه. نعم. كلش راح تسمعها. نعم. طبعا شكرا على هذا الاداء والاحساس. نفس الشيء شني شني كذلك، انت قلنا في البدايه انه كلماتك وتلحينك، وشنو هو الوقت المناسب حتى الواحد يحس باغنيه جينيريك ولا اغنيه عمل ولا فيلم ولا كما كنتوا ديروا مثلا في وقت الفهامه؟ وشنو هو الوقت المناسب تجيك هكذا غوفران وتروح تكتبوا مثلا؟ يقول لك لو هازار في لي بون شوز، هيك هكذا. أه؟ على بالك ما عندكش غير مرتبطه لا بالمكان ولا. نعم. بالزمان ولا بالوقت، هي لازم الفكره تكون في راسك تبلورها، وهذا بما يسمى الالهام. انا في الدار حتى يقولوا لي شغل بنادم يتسكن تخرج مستفه القصيده. سبحان الله. انا حكمت هذه القصيده باش نقولها لك، هذه الاغنيه بليطو ماهيش قصيده، لانه هي قراءه للفن، ثقافه، رياضه، الوضع الاجتماعي والكرم تاع الجزائريين. حكمتني في عبك دي فوا يفو بوزيتيفي وين تكون رب ضاره نافعه. كاين الم، كاين احساس الانسان، وكاين بما يسمى الخيال تاع الواحد. انا حكمتني ما بين بني مراد وباب علي سيركيلاسيون من افونسي، ومن بعد على بالك بلي كاين وين دي فوا كانوا يصونيو مورايا، بصح كي يشوفني رافد فرقه صحيت 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 تلحق بلاصه تقول كلمه زيد تلحق قادر وين تصيب واحد تشوفه وتخزر فيه يمد لك الانسبيراسيون. نعم. كاين وين واحد تخزر فيه تروح لك الانسبيراسيون. يكو يديكوديك مع سلطاني كاين الالهام. لا لا روعه. انا البلاطو بليتو والوجوه اللي معايا يعني صراحه. نعم. هذا شكرا. يعني هما اللي يزيدوا يمدوا لك، كاين بما يسمى الدفع، هذاك الطفره اللي تزيد مد لك باسكو يعطوك لو شون باش تمانوفري نتايا، وحتى الفعل ورد الفعل. نعم. يعني خلاصه القول هي الانسان اللي عنده الموهبه. انا مانيش عارف ما على باليش باش ما نصنفش روحي، ولكن انا راني نحاول باش. لا لا موهوب موهوب شني شني. وانا اليوم نحرجك نمد لك صور وانت يا تخير لي فهاد الصور. نبداو كنا تكلمنا عليه، يمدوا لي الصوره الاولى لكن نعاودوا نتكلموا عليه. يلا كوتش بالماضي، كنت انت من بين المدافعين على كوتش بالماضي من خلال ربما كما قلت انت نشوف برامج ونحلل وراني عايش في المجتمع، لكن شفنا في هذا الاسبوع الاخير كانت حمله عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه ما روحنا المونديال. يعني المشكل كان في الكوتش. الان اليوم مش تقدر تقول لورا وامامك في الصور. اولا انا نقول عليه زوج كلمات مرتبين دوكا مجاو في راسي. يلا
بالماضي الشعب عليك راه راضي، وهذا الازمه راك عليها قاضي. والمونديال يولي تجربه من الماضي. وكرجل انا جو رائع، انا جو كونفيرم، جو كونفيرم عبد الرحمن. الله يسلمك ونبصم بالعشره. الله يسلمك. انا واش حبيت نقول على بالك الرجال تنحني ولا تسقط. هذا الجزائري دا تجربه احترافيه في خارج الوطن، ما فيهاش عيب. احنا رانا كاين ناس يتروح تقرا في ليترونجي باش تكسب المعرفه، وليس الاخلاق والسلوك، لانه يسلك وعنده اخلاق تاع جزائري ومسلم كما يقولوا 100%. تبارك الله كما يقولوا الناس، بالشر اللي نحييهم. احنا في مجتمعنا بلا ما نقيس حتى واحد، نحن نحاول ان نفشل الناجح ونشجع الفاشل كما قال احد العلماء. هذا الفريق لازم له يخسر، سي نورمال، ولكن ماشي في وقتها. ما نحملوش المسؤوليه، ولكن من العثره نقدروا نتعلموا. الحاجه الثانيه انه هذا صنع افراح الجزائريين وراح عبره، وللاسف الشديد اننا احنا على ما نروحوش الفشل تاعنا في قطاعات اخرى. كاين فشل ربما في السياحه، فشل ما ناش نحملوا المسؤوليه، ولكن ما نجحناش 100%. علاش ما نمشوش في هذا الميدان؟ محسوب احنا فحصلناها كاع في الماضي. كره القدم الفوتبول معناتها تخلص كلش. انا نقول باللي هذا الرجل راه من الميدان، برك ربما طريقته في التعامل مع الاعلام ولا ربما خلقت نوع من الاحتقان، يعاود يراجع هذه برك. انسان يقول لك نيني بارفيك، يعاود يراجع نفسه شويه في التواصل تاعو مع لي جورناليست ربما، مع ويعاود يراجع اوراقه كذلك مع اللاعبين كذلك. والجزائر راهي زاخره وسخيه فيرتيل باللاعبين تاعها سواء داخل او خارج الوطن. يعاود يمونطي فريق. يلا اعطوني الصوره المواليه. يلا لو كان شني يكون عمل، وش من المخرج اللي تخيروا الان في الصوره باش تتعامل معاه؟ يلا هو ما كانش دبلوماسيه صراحه. انا حطيتي لي الشوكه بين اللحم والظفر، وعليها ما نقدر نفكر وتخليني مدمر. بصح انا شاطر، عجبني مون النواظر. نعم اللي هو في عمله ساحر. ها مزاحم خدمت معاه وماني نادم. نعم راني نقولها في القصيده. يلا محمد الصحراوي ما ننساش خيره. نعم يعني مخرج موهوب وليد فاميليا، ومازال ينتظر ان شاء الله اعمال يزيد ينجح فيها اكثر. قدر يلاقي يلم الشعب الجزائري والعائله الجزائريه. نعم. مده حوالي 15 سنه من كلمات الى الفهامه بكل انواع وقدر يلايم فنانين ويصنع لهم كما يقولوا الصنعات خدمت عندنا. يعني اعطاك عنده العجينه، هو اللي هو الى ترين، هو الى استاد لاباك هذيك تصرف بها يعني. وقدر قدر كما يقولوا هو جو ماميوز افيك استاد تيلي سبيكتاتور بوندون 10 ans. وحنا كنا ماتير غريز، وهو قدر لاباك هذيك يخدمها دبلوماسي. جعفر قاسم نقدر نقول لك باللي اعماله كلها ناجحه، وحتى تعامله مع الممثلين في ديريكسيون داكتور هذا اللي يخص. نعم. عنده لا ديريكسيون داكتور تكنيكمون لي تري فور، وشفنا ثمارها يعني. وهذا لا يعني انه محمد موش كذلك. نعم. كيف نقدر نقول لك باللي ما عندك ما تخير. واحد عنده يحيى مزاحم صديقي وخويا ونحبه. نعم. وخدمت معه في سعد القط. الحاجه اللي نقر له بها انه خرجني من البيرسوناج تاع شني واعطاني بيرسوناج هم الاولاد كانوا نفس اخر يعني. نفس اخر افيك نوتر بيرسوناج اللي هو سعد القط. ونحيي عمر طايري وكل الفريق، مينا محمد بوشايب الكاتب اللي هو عيسى شريط. شكرا. في ثلاثه ما عندي من خيره. يلا راك دبلوماسي، معليش ما تخير. خدموا برك، خدمونا. المهم والله شوف هذه يا بارك الله فيك. يلا الصورة الموالية الآن تختار لي شكون اللي كان يضحك شني وما تكونش دبلوماسي يعني. رام في الصورة موجودين كانوا في وقت من الأوقات يعني، كان تلفزيون الجزائري قناة وحدة، كانوا ممثلين ومقدمي برامج باينين. شكون اللي كان دار وقته آنذاك؟ نبدا لك بين ثلاثة، عطيني الاسم اللي في بالك كان داير حالة آنذاك. محمد بسام. يلا صراحة يعني محمد بسام ماشي اللي يشبه ليا. نعم. باسكو كاين ريسومبلونس بيناتنا كامل. يقولوا لي خويا كيما خطرات لقيت مع واحد قال لي خوك محمد قسام، قلت له لا انا خوه. وخطره درنا حاجه في الكازيف، درنا كاميرا ونحترمه. نعم. ساعدني في البدايه تاعي، نحترمه. محمد بسام خطره درنا كاميرا انفيزيبل، دخلت انا انيماتور كيما هو وقلدته.
ودخل هو مورايا ولعب انايا بس 33 تور وقول يا خويا يا خويا وجابها. فريد كسيسية يعني الجزائر والساحة الفنية افتقدت واحد لا يعوض رائع، ويعجبني فيه حاجة حنين بزاف، وكان دو جون جوغ يعيط لي في التليفون، وأول من شجعوني في الحصة تاع شني شو هو محمد بسام. كمال ديناميت نحيي الشجاعة تاعو لما هو كان في لا ديسيني نوار، صح كان جريء، كان جريء ومن أحسن المنشطين، وأنا كنت نسمع له مام كي كان في الراديو، ويعجبني كمنشط رائع. شكرا، عاش زمانه وعاش وقته، يعطيك صحة. شكرا. الصورة الموالية، يلا الممثلين الآن اللي راهم موجودين حاليا في الساحة الفنية، شكون تختار الممثل اللي يقنعك في أدائه؟ يعني بموضوعية، سحيري، يوسف سحيري. يوسف سحيري أكاديمي وعفوي وكاريزما، ولا نقلل من الآخرين، مع احتراماتي للآخرين، ولكن يوسف سحيري. يلا الصورة الموالية، أنا ذاك شكون اللي كان يقنعك في أدائه؟ سامر عبدون، مراد شعبان، وأرسلان أكيد. سامر عبدون في أدوار رائعة، ونتمنى العودة نتاعو. تتمنى العودة ديالو؟ نتمنى العودة تاعو، لأنه ما كملش المسار تاعو. رائع رائع، وشوف هذا وفق بين الكاريزما حتى الأناقة والأداء، وحتى التربية تاعو متخلق. جميل. أنا شغل برافو بور لوي. مراد شعبان بكل موضوعية صديقي، كذلك أداء رائع. وشكون اللي ما يشفاش على مراد شعبان؟ كامل نشفاو عليه، لانه اول يعني من الشباب اللي في البدايه تاع المسلسلات، الى في ريوسير كلكو يعني بعض المسلسلات اللي فيتون اللي نجحوا منهم، تاع سوق امك. ايوه معروف. عنده خصوصيه في الاداء، ولكن افضل ارسلان في التمثيل. عفوي. وحتى ارسلان حبينا لو كان نعاودوا نشوفوه صراحه. انا نشوفه باللي في الدراما يعني. رائع. يلا اعطوني الصوره المواليه، يلا شكون اللي تقنع شني في التاثير يعني؟ ما نعرفهمش صراحه. صراحه نعم، ما على بالي شكون هذو الجديد. ربما نصارحك يعني، ما يلومونيش. قال لك مؤثرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مؤثرات اعطيني، يأثروا في المجتمع. شني بالك نسمع بهم. اعطيني الاسم. ما تعرفهمش يعني؟ انا نعرف المؤثر. المؤثر رابك شكون؟ انا نعرف المؤثر هو الوالد رحمه الله عليه، حافظ لكتاب الله. المؤثره هي ميمتي الله يرحمها. نعم. المؤثر هو الامام في المسجد. نعم. المؤثر هو ذلك الشخص. المؤثر هو ذلك الشخص اللي يمد لي حاجه اللي نعيش بها، يعني كنموذج اللي يجيب لي كلام الله سبحانه عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ياثر عليا بروفيسور لما يقيني من الامراض الخطيره. صح. شني دوك يسمعونا يقول لك ربما انا ما ناثرش في شني شني، ناثر بالك في الناس اللي بالك في عمرهم. انا حبيت نقول لك حاجه. نعم. الشباب راهم قدامي، بالك يوافقوني الراي، وانا اتحمل مسؤوليتي. احنا لما كنا في البلاطو تاع التمثيل ولا في ديسان، كنا نجو نقولوا كلام محمد صحراوي او حاصي مزاحم ولا جعفر قاسم. خدمت معاهم في ثلاثه، جعفر قاسم خدمت معاه، صحراوي خدمت معاه، ومزاحم. كانوا صوالح ينقالوا، يقول لك اتونسيون، بالك ربما احنا في ذاك الوقت كنا نحاولوا نكونوا مؤثرين، كنا نقولوا كلمات في هذيك الوقت يقول لك راك تقولها راك راح تقلب الحابله، راك تقلب الامور على ضدك. هذو الكلمات اللي كنا احنا لا نحبذ يعني طرحها ولا نقولوها، اليوم هما راهم يقولوها. ان لم تستحي فافعل ما شئت. يلا نكملوها في هذه النقطه. ان لم تستحي فافعل ما شئت. ما تعرفش الاسماوات. ما نعرفش الاسماوات، ولكن بعض المؤثرين انا واش نقول، هما اولادنا وبناتنا. نعم. حتى المتلقي لازم يعرف يخير. كي شرو لك في المارشي قال لك الان شكون تلوم شني؟ هل هذا اللي يقول على نفسه اني مؤثر، ولا الناس اللي تتاثر بهم؟ شوف اللي يتاثر على حساب ثقافته وشخصيته. نعم. وتربيته. دوك انا نطرح سؤال لواحد، اذا كان واحد شاف مؤثره، بالك ربما عجبته في الجمال تاعها، يسمحوا لي رانا اذا عجبته في الجمال تاعها، ربما عجبته في الجمال تاعها، بصح ربما ما عجبتوش واش راه يقول، ما كاش موضوعيه. فوالا تاثير. شوف اذا كان تاثير ايجابي، انا واش نقول لهم؟ كاين فيهم اللي يملكون الموهبه او يملكن الموهبه، ولكن عليهم تكوين، وعليهم اذا كان باش جبت حاجه تاكد منها،
ما تقولش وخلاص، حنا رانا نقولوا كلمه كلمه كيفاش يقولوا حسبوا لها يعني لازم تحسب لها قدر كلمة تأثر. الان اخر صوره والله العظيم في كاع الفيسبوك وانا نبحث واجمل اجمل صوره اللي لقيتها نمدوا لك هذه الصوره شني شني صراحه انا عييت نبحث فيك وعييت لكن انا في بالي انها اجمل صوره. والله اجمل صوره اللي بحثت عليها شخصيا لما كنت نجهز في البرنامج وما شاء الله الكعبه وشني شني يعني اليوم نقولوا انه ما عنده على واش يندم سلطان. أنيسة هو شوفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له راني طفت في الكعبه بيما رفدها فوق ظهري. قال له هل اديت لها حقها؟ قال له ما اديت لهاش حقها. قال له متى استطيع ان اكون قد رجعت لها حقها؟ هي اعطتك الحياه وهبتك الحياه. قال له نهار تعطي لها انت الحياه هذاك الوقت تكون قد اديت لها حقها. ومع ذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم كي سيد هذا رفد المراه هذه الام تاعو طاف بها على الكعبه. يعني اكبر حاجه نقدر نقدموها للام هي اننا ندوها تحج ولا ندوها تعتمر. ما شاء الله الصوره راهي لما كنت متوقع ولكن الموت تاعها كان صعيب بزاف ويجرح. ونطلب من الشعب الجزائري يدعي لكل موتانا وكل موتى المسلمين. ما ندمتش اللي انا طفت بها وصارت لنا حادثه هذاك النهار. كنا طالعين في الدروج وكنت هذه لاشيز رولونت كنا طالعين في اولا قد ما نعطيها حقها ما نقدرش نوفي لها حقها لانه الوالدين سر رباني. نتذكر في العام اللي توفات فيه شفت الحصه تاعي وانا نتكلم على الموت تاع الوالده لما عز الدين الله يرحمه كان يبكي على الوالده تاعو وانا كنت نتكلم مع الوالده وهي كانت مريضه كانت تشوف فيا وتبكي وراي مصوره في الصوره. نعم. الثاني لما رحنا الى البقاع المقدسه كما كنا نطوفوا هذاك لاشيز رولونت الكرسي المتحرك كان راح يرجع اللور كنا رايحين في زوج نموتوا واذا به واحد الرجل هو من مصر العربيه نحيي ناس مصر وكل المسلمين هو اللي سلكنا. قلت له علاش كنا غير رحنا هذاك النهار في هذاك العام اللي هي زادت عام وكانت حابة تموت معايا يعني كنا رايحين نموتوا كيف كيف. قدر الله انه توفات راضية علينا وراضية عليا وهي بنت امرأة شريفة ابنة حفظت القرآن جدها عالم من علماء جدها سيد الرخاء حتى الوالد ربي يرحمه من حفظ القرآن وانا انتمي الى عائلة. سمحوا لي على هذه الصورة الله نعم. غالب يعني مانيش نفهم والله دموعك غاليين ما كنتش من الصميم اذا شكرا على هذه الدموع يعني صدقيني يعني هو يتكلم على الام تاعو بسام ومن قبيل جاز بسام شاف صوره تاع بسام اللي نحييوه كذلك يقول واحد الكلمه بسام والام تاعو بسام مازال عايشه لحد الساعه ومتعلق بها واحد التعلق شديد جدا يعني قاعد معها في الكوزينه يعني يرعاها ويربي يعني ويقوم بها الى اخره. واش يقول لك انا كي نعيط له واش بسام كيفاش واش راهي لاسيرونس توريسك هو يسمي الام تاعو لاسيرونس توريسك يعني كيفاش يقولوا التامين الشامل. نعم دونك هذه هي عبد الرحمن نقول كلمه الام هي التامين الشامل يا شيخ. انا خطاب ان شاء الله ربي يرضي علي يرضي عليكم الوالدين وربي يعطيهم العمر اللي والديه راهم حيين اللي عنده والدي حيين قبل ما تعرفش كاع كيفاش ما تعرفش كيفاش من الوقت وكيفاه ربي ما وعدنا بحياته لو كان هكذا كان يقولنا لادات اللي تموتوا فيها. اللي عنده والدي حيين قد ما يمد لهم يقول قليل هذاك هو العمل تاع الصح هذيك هي العباده. اللي ما درتش الخير في والديك ما ديرش الخير في نفسك ورب العالمين اول حاجه يقول لك كي ما ديتش يعني الجنه راهي تحت اقدام الامهات وكان ايه قرانيه على الوالدين الرضا تاع ربي. اذا كان واحد عنده والديه يتهلا فيهم هما العينين واللي راح له باباه ويماه اناني نشوف الدنيا كان عبك بلي ما عندي والو اي حاجه نكون فرحان ما نحسش بها اي عشت وعشت وشفت 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 ما جاتنيش كيما انا اليوم شفت الصوره انا ما كنتش متوقع تحت نعم الصوره هذه. نعم انت معذوره على ذلك. والحاجه الكبيره ما كاينش واحد يحب لك الخير قد يماك ما كاينش واحد يحب حاجه ينحيها من فمه ويمدها لك كيما والديك باباك ويماك قليل من غير بابا ويما حاشا البعض الناس كذابه هذا مثل. ولكن انا لما توفت الوالده وتوفى حسيت بروحي وحيد
حسيت فهمت واش معناتها، فهمت واش معناتها واحد يتيم وانا في هذا السن، يعني ما كانش حاجه. والوالدين الشيخ كان الكبير، الوالدين كما قال لك ما تقدرش تحس لهم حتى تفارقهم. نعم. انا من قبيله قريت لكم ابيات على الوالدين، ما قريتهمش عفويين، ما كنتش عارف باللي هذا هو السوجي يعني راح يخلص على الوالده تاعو ولا. لكن نقول لكم حاجه، الام قام غالي بزاف بزاف، الوالدين الاب والامه. انا نقول لكم سيرتو فور لي جان هذوما ولا ردوا بالكم والدين. نعم. اذا نقولوا نعم وطيعوهم. نعم. ان شاء الله تكون عباره للناس اللي راهي الجمهور تاعنا راه تاثر يعني. نعم. اذا نقول فقط انه وقلت كلمه مليحه، قلت كنا حنموتوا كيف كيف، لكن الان راك على قيد الحياه باش تدعي للام ديالك وهي في دار الحق. يعني هذه هي سنه الحياه كما قال لك، ان شاء الله يكونوا ونكونوا عبره حتى الناس تدي من. نعم. الحمد لله. شوفي كاينه حاجه انا نحس بها ولو تسمحي لي، خليني تسمحي لي نقولها. انا الحمد لله قانع، ما عمري ما غضبت والدي ودائما فرحانه بيا، حتى في المسار الفني تحس باللي كاين خير موراك، تحس طريق مفروشه، تدعي لك الام كانما كرفد، راك رافد شكاير تاع دراهم معاك، وليس كانما راك شوف راسك مرفوع. غني غني بدعوي الخير، كل ما كانت تشوفني كل ما تدعي لي ومتبعتني من البدايه دائما تدعي لي وتقول، ولما نقوم بكاش دور ما يعجبهاش تقول لي يا وليدي هذاك ما قصتهاش انا. نعم. انا قلت لك المستشاره الاولى اللي كانت هي الوالده. قد ما تقدم قد ما شوف، دائما الواحد يحس كل ما تقدمت وقدمت لها ومديت، ليس ماكش تمن ولكن تحس ما ولو عشت معك 500 سنه. نعم. واش مديت لها تقول باللي ما مديتش انا هكذا، ونقول بالك غلطت معها هنا، بالك غلطت معها هنا، بالك ما فرحتهاش هنا، بالك ما فرحتهاش هنا، وهكذا وراني نقول باللي وعلاه ما عشتش معايا وشفت ولادي، شفت انا بنتي سميتها عليها، زادت عندي بنت سميتها عليها ما شاء الله. شكرا لك على هذا الصدق ديالك. نكملوا البرنامج صراحه، كانوا صور لكن كان لازم علي نكمل بهذه الصوره الجميله، وصراحه حوست على الصور الجميله جاتني اجمل صوره. نكمل مع قريب نكملوا البرنامج دكتور، اهميه اللقاح ضد الانفلونزا الموسميه، الناس اللي مازال ما درتش اللقاح واش نقول لهم الان من هذا المنبر؟ ان الانفلونزا الموسميه نكيفوه كأنه مرض خطير، يعني وباء يجي من فصل لفصل، ممكن أنه الأعراض تاعو تروح تلقائيا، يعني يشفى وهذا بالنسبة للناس اللي في صحة جيدة، ولكن الناس اللي ما هوش في صحة جيدة لازم لهم لقاح، ونذكرهم يعني على سبيل نحدوهم، وكاين توصية تاع المنظمة العالمية للصحة واش تقول؟ تقول الناس اللي لازم لهم التلقيح ضد الانفلونزا الموسميه، وحنا رانا في حمل التلقيح، هما اولا النساء الحوامل، هذو لازم يتلقحوا. لماذا؟ لانهم معرضين الى خطر الاصابه بالانفلونزا الموسميه. اثنين، المسنين اللي فوق سنهم 65 سنه، هذو لازم يديروا التلقيح. ثلاثه، الاطفال. اربعه، عمال الصحه لي زاجون دو لا سونتي كامل. ما ننساوش فئه مهددة كذلك، معرضة، ما نقولش مهددة، نقول معرضة للخطر، هي ذوي الأمراض المزمنة والناس اللي عندهم نقص في المناعة، يعني هادو لازم يديروا اللقاح. هادو كاين توصية، سي اون ريكومونداسيون، يعني ماهوش هادو. علاش؟ لأنه كاين اللي يقول لك أنا يهوي واسيني واسيني الإنفلونزا، صحيح أنه الإصابة تكون ممكن تكون ولكن بأعراض خفيفة. الشيء اللي كنا نقولوا في كوفيد 19 على التلقيح تاع كوفيد 19 نعاودوا ناكدوه الكوفيد بالنسبه للانفلونزا الموسميه. حاجه واحده اخرى، سي لو سيندروم غريبال، كاين الروم لو رينو فيروس هذا وقته، كاين لو فيروس يصيب الاطفال ورجع بقوه، كاين حاجه واحده اخرى بالنسبه للاطفال كان يحكي لي عليها الاستاذ من قبيل، سي لا غاسترو انتيريت ايغو ايفيرنال، يعني هو التهاب. كاين بزاف اطفال اصيبوا، لا فصليه، هذه في فصل بالنسبه خاصه الاطفال قل من هذه، كذلك دير وش التهاب المعده والامعاء، دير القيا ولدياري باش نوعوا بهذه، كذلك لازم نتفادوها عند الاطفال خاصه قل من 5. شكرا لك على هذا النقاط. السي رشيد العمارة، تكلمت لنا على البحث حول سيدي محمد بو قبرين، هل كاين الان وجهه اخرى لبحث اخر حتى تزيد تبحث ومن بعد يعني هكذا دير بحوث في التراث وتكتب لماذا؟ في الحقيقه
الشيء اللي راني منصب فيه حاليا، انا نخدم في الاعلام حوالي 20 سنة ولا، لكن نقدر نقول لك امر كتابة القصيد. انا عندي ازيد من 300. نعم طيب، دير الديوان تاعي ان شاء الله ماش مابقى بزاف يحضر. انا سبق وتكلمتوا في وسائل الاعلام ان شاء الله يحضر راح ناخر. اما بالنسبه للابحاث فيما يخص اولياء الله للجزائر، سواء الشرق ولا في الغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب، هذا يتطلب يعني عمل جبار وبحث، يعني يتطلب بحث يعني دقيق. عندي بعض الاخوه مواجدين لكن مازال الوقت يطلب وقت كبير ان شاء الله. عطينا هكذا شويه حاجه راك كاتبها قصيد هكذا بدايته ولا في ال... والله الاخرانيه اللي كتبتها يعني هي على الام هذه اللي قريتها لكم، هي اللي جات اللي وهذه كتبتها بالدموع. يلا والله العظيم غير ربي شات كتبتها بالدموع. هذه اشي حس من نستناوك حتى الاخبار تاعها، اشي حس من لا نكوى بصهد نيراني على فراق لامي ما يا حاضرين، صورتها مغروسه في دهاني، اش يصبرني عليها يا سامعين، لامي ما كانت ديما ترضاني، تعنق وتحضن باليدين، كي نتفكرها يجفا عياني، صبر ليك يا الدايم المعين، ماشي مسجله في لندن ما حبيتش نقراها كامل. يلا نعم شكرا لك. اذا نكمل مع الفنان اللي حضر معنا، يعني سمعنا بالموندولا على يعني الحراقه، لكن سمعوا اغنيه اخرى ربما يمدوها لنا، واسمها هيما 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 بين الرين. يلا نسمعوها. هيما 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 بين البرين، ما راهي فهمة وين تروح لوين، حيرانة وساقمة مكسورة الجنحين، الحمامة نادمة سلكها يا الحنين، الحمامة نادمة سلكها يا الحنين. بغات تفتخر قالت ندير العش، سمحت في القمري بقات في القصر لي مبني على الغش، مولة الحناني سبغت الشفر حبت تقلش، عصت الحبيب القمري كي أمر راح سمح في القش، جورت الغربان البوم الهامة والنسر وطيار الخفاش، وطيار الخفاش. هيما 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 بين البرين، ما راهي فهمة وين تروح لوين، حيرانة وساقمة مكسورة الجنحين، الحمامة نادمة سلكها يا الحنين. واش نقول لك عليه هذا الفنان الكبير؟ نعم. والله العظيم نعم. صدقيني صوت خامه مرخوم وطار كلمات، هذا لو كان يطيح تسمى احنا الشيء اللي خصنا في الجزائر سي سكون ابل لو ستار سيستم. ما معنى لو ستار سيستم؟ صناعه كيما هذا ونجوم. واحد كيما هذا ولا كيما عبد الرحمن ولا يعني بون لي اللي مهتمين بالفن ويشتغلوا في الفن يجيك بروت وتصنعي منه نجم عالمي يدخل لك دراهم كبار ويسوق لك صورة البلاد وصورة ثقافتك. سي توفيق من هذا الطراز انا راني نقول، ونفس الشيء في الفن في البالون في التمثيل في جميع المجالات. الحفل الدولية خارج لو ستار سيستم سي سكي مون كون الجيري حضرون اكسكلوزيفيتي بور لا بريميير فوا في لاسين البلاد. نعم توفيق الله غير يعطيك الصحة. اذا شرفتنا اليوم صراحة ما شاء الله. نعم شرفتنا اليوم. نخلي شني شني اعطي له كلمة شجعوه، على بالك حنا نشجعوه ماشي كيما كلمة من عندي. انا اعترفت به يعني شغل الاعتراف تاعي شفته في الكواليس. شفته كيحكم الموندول مام الطريقه لا مانيير اللي حكم الموندول حتى كي سمعت واش
طريقه الرنه والكومبورتمون تاعو. الواحد كيكون قال لك السنابيلو تنحني تنحني حتى لا فوا عبد الرحمن فوا حنينه. والمواضيع في اختيار المواضيع اختيار المواضيع عنده عنده صوت خاص. ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله موفق باذن الله. ان شاء الله ما نسيتكمش. وصلنا لنهايه البرنامج. اذا علاش ما نشوفوش الهند تشارك في مونديال العالم لكره القدم؟ انا نكمل لك يلا. كي قلت لك جانب عقائدي ربما ان شاء الله نكون مانيش غلط بصح عندك الجواب. بس نبداو بسلطاني نشوفوا الى عنده الجواب بعد نروحوا لعبد الرحمن شنيشن. يلا. انا ما عنديش جواب انا سادي. اعطينا اعطينا فرضيه تعطينا بعض الاجوبه بالك تكون صحيح. عرب بالك كما يقول بن شيخ ماشي بلاد البالون وكاينه حاجه حبيت برك قبيل. بزاف بلدان ماشي بلاد البالون بصح يشاركوا ويجيهم يعني مره من المرات يكون. شوفي ولا بن شيخ مرجعيه. يا سي انا حييه. لا لا بن شيخ مرجعيه ما نغلطوش يعرف البالون حيوه نحيوه. ولكن الشيخ علي بن شيخ سما كلامه يؤخذ ويرد يعني كيما قاع البنادم. هو يحب الجزائر ويحب نعم الفعل نعم يحب الكره ويعرف البالون ما نكروش يتغيظ ينفعل عفوي. اه وما نقولوش باللي ما يغلطش ما كانش انسان ما يغلطش وما نقولوش ما يجيب الصحيح. نعم يعني يعرف البالون يخطئ ونصيب. طبعا هذه هي الهند قلت انه ما تشاركش لانها ماشي بلاد البالون. هي الهند انا على حسب معلومه على حسب واش نعم. هي لعبه البالون شاركت ربما لا بارتيسيبي في نعم. شاركت ربما الان ومن بعد صرا لها كيما بارادو. هما انا نظن ما تاخذوهاش من الجانب يعني باللي نضحك ولا ولكن هما ما على باليش. انا هذه قلت لك عندها عاق باسكو الهنوده والفونه احنا نعرفهم غير في الصناعه السينمائيه ولو راهم وفقوا في الصناعه السينمائيه وخلونا نامنوا. اذا قلت لكم بالفكاهه نقدر نقول لك هي بلاد اللي فيها الجبال والهيمالايا وكاع ما عندهمش لي تيرا. بصح اذا قلت لك حاجه واحده اخرى نقول لك باللي هما فضلوا في احدى المقابلات انهم يلعبوا بالحفا. الله غير جاب ال كمل كمل يلا هذا ومنعوهم كمل. منعوهم باش يكملوا باسكو داروا ان كرون ماتش ولا داروا ان مونديال في المستوى ولا مقابله داوها ونجحوا. ايزون بريفيري باش يلعبوا بالحفا. انا على بالي كي قال كيما بارادو تاع نقولوا كيفاش سما كيما بارادو ما عندهمش الجمهور. بارادو الهضره راحت لي اكثر من الصين. لازم نروحوا هكا ونروحوا هكا باسكو بارادو كانوا بارادو كاين لاعبين منهم بوداوي اللي كانوا يونترينيو بالحفا وعلى بالك بالحفا تقدر تمد وعلى احنا ما لعبناش بالحفا. نعم اذا نعاودوا نقولوا انه الهند شاركت في المونديال 1950 لكن خلفت قوانين الفيفا لانهم منتخب الهند قال لك حنايا نلعبوا بدون احذيه وهذا اللي ما قبلتوش الفيفا فماهيش شارك بتاتا في المونديال. نعم قال لك ثاني احنا زين لعبنا بالحفا وين هذا عبد الرحمن؟ شوف احنا قرينا بالحفا ايوه ومشينا على الحلفة نعم وقعدنا في الارض الحمد لله قرينا ورب العالمين وما اتيت من العلم الا قليلا رب العالمين الحمد لله والفضل يرجع لوالدينا واللي قرونا اللي مشى قراني الجوع والحفا واللي ما شربش في العذره تاع كيما يقولوا العوده ولا البغله ما شربش الماء يلا يعني الحمد لله. يقول لك الحاجات اللي تكون قاسيه هي اللي تكونك وهذا رساله للشباب. نعم يعني اللي جون تاعنا ماشي لازم كلش تلقاو الكونفور. نعم كلمه اخيره شني شرفتنا اليوم كلمه اخيره بصح بطريقتك انا جيبها لنا. انا قلت بزاف صوالح. لا معليش بطريقتك. انا نقول لكم عباكم شني اني ضحكت وبكيت في نفس الوقت. نعم. ويعطيكم الصحة اللي أعطيتونا هذا الفضاء والمساحة اللي أنا من نعم. وانت راكي صديقة قديمة نعم. في الميدان تلاقينا في عدة نعم. في عدة قناة نعم. الأولى اللي ديمارينا فيها وتشفي نعم. اليامات في نعم. ديجا في هذا الأندروا نعم. المهم نحيي كل الجمهور اللي راهو المشاهدين أينما كانوا اللي يتابعوا فينا الجمهور اللي حضر معنا الوجوه النيره اللي تلاقيتهم نعم. انت شخصك القناة كذلك اللي عطاتنا نعم. هذه الفرصة باش يزيد يشوفنا جمهورنا ويسمح لي الجمهور اذا ربما ربما كاين ناس شافوني في هذيك لاسيتياسيون. لا والله دموعك غاليين وحنايا اللي درنا لك الصوره فشكرا. انا كان دوري انا كان بودي اني ازرع البسمه ونفرحهم كيما عويدين نفرحهم اليوم شافوني تفاجات. انت بارك الله فيك انت صحفيه بارعه بارك الله فيك. انا نقول في خاطر وجوه الخير اللي كان صاري فينا وفيهم التير ودخلتوا لنا لي زافير تحيه كبيره للمدير ولا للوزير واللي يشوفنا راح يشوفنا في ساعة خير. شكرا شكرا. كان معنا عبد الرحمن شني دكتور ملهاك كلمة أخيرة الناس اللي يتبعونا وراهم راهم بالإنفلونزا الموسمية وراهم داخلينها لي زانتيبيوتيك كلمة لهم يلا باش نختم.
نزيدو نعاودو دائما عندي شعار. نعم الشعار اللي نكملوا به الشعار تاع العلم والعمل والاخلاق. وكان تكلمنا على المؤثرين. نعم. احنا الاستاذ سي عبد الرحمن تكلمنا على التاثير. انا تاثرت بالكلام اللي قالوا. اكبر المؤثرين هما الوالدين. نعم. اولا من بعد يزيد يجي المعلم. احنا كنا نتاثروا بالمعلمين اللي كونونا ودرسونا وكانوا يوجهونا في الحياه. ما كانش كاين وسائل التواصل الاجتماعي ولا القنوات. كاين الاعلام ما ننساوهش اللي كان يلعب دور في التكوين. منها انا نذكر حتى التلفزيون المدرسي اللي كنا نستفادوا منه. نعم. البرامج يعني بصفه عامه المؤثرين هما اللي في الوسط تاعنا المباشر اللي نابعين من نعم. من المجتمع تاعنا يعني من الثقافه تاعنا من الوسط تاعنا. الشيء الثاني اللي دائما عندي شعار في الحياه هذا بروفيسيونال يعني هو الوقايه خير من العلاج. فالطب دائما مهما كان مهما كان طرق تاع العلاج مهما كانت الادويه تبقى الوقايه هي سيده الموقف. شكرا لك دكتور. سي رشيد كلمه اخيره. قولها في واحد البيت راح الليل وعلم الفجر تاق الصبح الراقي. تاق يعني ظهر الصبح الراقي. نعم. كيما في نسهروا صحاب الشعبيه هذو يسهروا شيخ يجيبوا هكذا راح الليل وعلم الفجر تاق الصبح الراقي. يعني الصبح الراقي يعني طلع علينا الفجر. يعطيك الصحه. شكرا. نشكركم على الاستضافه الطيبه ونشكر كل فريق اللي خاصه جنود الخفاء. نعم. اللي شكرا لك وليك وكل شكرا أرضه. استاذ رشيد اذا نكملوا بالفنان سي توفيق. كلمه اخيره الناس اللي تحب الشعبي وتتبع الشعبي. تبارك الله تبارك الله فيكم استضفتونا في قناة البلاد ونشكر قانيت الحضور معنا هنا يا قانيت الوجوه الكريمة إن شاء الله. يعطيك صحة إن شاء الله ما تكونش المرة الأخيرة. شكرا لك سي توفيق. يلا سلطاني عندك ثانية. الله غير يعطيكم الصحة. تما شبعت اليوم الله يبارك ما شاء الله مع سي عبد الرحمن مع سي ملهاق رشيد وتوفيق معاك مع الجمهور هذايا. تما ما ندمتش كي لبست كوستيم اليوم كنت معول وعولت اصلا. والله غير الله يبارك ما شاء الله والله غير ما شاء الله. مام اسم الناس اللي راهم يشوفوا فينا في ديارهم عطينا لهم مادة دسمة ويستهلوها على كل حال. نعم شكرا لك. إذا مشاهدينا شكرا على كلنا في الخدمة من خلال برنامج أنسة شو عبر قناة البلاد. نتلقى بكم الأسبوع المقبل نفس التوقيت نفس القناة في أمان الله. مصنوع من الوريق الجمادول.